أولا بشكر حضراتكم طبعا على الحضور، وسعيد طبعا بلقائكم يوم السبت لرابع سيشن معانا بتطبيقات فكرة الكونستراكشن في عصر الكلاود زي ما احنا بنسميها. وكانت السيشنز اللي فاتت كلها كنا بنحاول نفهم يعني ايه او نعرف، بس اكيد طبعا حضراتكم ادرى بهذا الموضوع، نعرف بس فكرة الكونستراكشن وايه طبيعة الكونستراكشن مانجمنت فيها بشكل اساسي. وفي نفس الوقت كمان كنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت على موضوع البروجكت كنترول، يعني ايه فكرة البروجكت كنترول من ناحية الوقت ومن ناحية الكوست بأعوانها كلها فيها. ده كله كان زي السيشن التطبيقية وتطبيقاتها بالفعل كبزنس كيس وكمشاريع حقيقية بالفعل طبقنا فيه هذا الكلام. ولهذا كان بيسعدنا برضو من ضمن نقاط النقاش كتطبيقات الكونستراكشن مانجمنت عموما في هذا العصر الحديث التطبيقات اللين فيها، ودي اللي احنا كنا حبينا ان احنا نبتدي ندسكاس فيها السيشن دي والسيشن اللي جايه. وكمان حبينا ان احنا نطبق الموضوع بشكل عملي اكتر مع احدى الشركات الشقيقه وهي انفرارود في قطر، ومهندسه سمر معانا، بحيث ان هي تبتدي تعرض معانا موضوع اللين عموما وتطبيقاته على الزي بيلدر والكلاود، وهل هو اللين اصلا كمفهوم لتطبيقات الكونستراكشن ليه نقطة قوة ولا لأ، وهل تطبيقات اللين مع الكلاود بالفعل بيبقى فارق معانا ولا لأ. وده اللي احنا كنا هنبتدي نتكلم فيه النهارده سريعا مع بعضينا، بحيث ان احنا نقدر نشوف فعلا كعادتنا دائما ان احنا بنطرح زي ما بيقولوا أطروحة للنقاش لينا جميعا، سواء بالكونستراكشن مانجمنت في استخدامات الكلاود، سواء باستخدام تطبيق اللين في الكونستراكشن مانجمنت باستخدام الكلاود. بس المرة دي اللي هيبقى فارق زي ما كنت بقول لحضراتكم ان احنا هنحاول نشوف كيس برضو زي المرات اللي فاتت، كيسز حقيقية لمشاريع بجد، وده مشروع انفراستراكشر حاولنا نطبق فيه تفاصيل الكونستراكشن مانجمنت، تفاصيل الكلاود، تفاصيل كمان اللين، بحيث ان يبقى برضو كبزنس كيس او سكسس ستوري بشكل او باخر بنعرضها لحضراتكم. اولا طبعا للاستفاده بينا جميعا، ونقدر نطلع فيها ايه الايشوز اللي ممكن نحسنها برضو للافاده العامه لينا جميعا. المفروض ان شاء الله باشمهندسه سمر هتبتدي معانا حالا في البرزنتيشن، واحنا هنكون معاها. مساء الخير، مساء النور. ازي حضرتك يا دكتور؟ تمام، ازيك يا مهندسة سمر؟ طبعا مهندسة سمر معانا هي اللي تدي الانترو عن نفسها وعن انفرارود قبل ما نخش في العرض بقى الشيق اللي منتظرين. مساء الخير. طبعا انا مهندسة سمر، لين كونستراكشن مانجر، شغالة هنا في شركة انفرارود يو سي سي، شركة انفراستراكشر هنا في قطر في الدوحة. خبرة حوالي 10 سنين في الكونستراكشن والمانجمنت والكونتراكت والكليم. حاليا احنا شغالين بنابلاي اللين كونستراكشن في البروجكتس الريليتد لللوكال رودز والانفراستراكشر. بنحاول نعمل نيو ميثودز ونيو strategies of thinking في ال construction project. بداية نبدأ كده تعريف على الشركة عندنا. تمام، عندنا ال InfraRoad، هي شركة infrastructure. كل الشغل عندنا infrastructure work تابع للأشغال، اللي هي شركة حكومية هنا في الدوحة. الشركة السكوب بتاعها تطوير الطرق، الهاي وايز واللوكال رودز واليوتيليتيز، عمل تجديدات وتحديثات لليوتيليتيز، الاكزيستنج يوتيليتيز، اليوتيليتيز الموجودة اوريدي،
والاديشنال اليوتيليتيز اللي احنا هنبدأ نضيفها او لتحسين الخدمه اليوتيليتيز الموجوده في شبكات الطرق. تمام، نقدر نبدأ السيشن. عندنا في الاجنده بدايه هنبدأ نقدر تعريف نعرف ايه هو اللين، وازاي اتعرف وبقى مشهور في الكونستراكشن، ايه هي اللين كونسبتس والتولز اللي بنستخدمها عشان نقدر نimplement اللين في البروجكت، واللين implementation والبنفيتس اللي بتعود على البروجكت من الimplementation للين. تمام، بالنسبة للين، اللين هو عبارة عن طريقة في التفكير أو طريقة ميثود بدأت في الكونستراكشن. الهدف منها الرئيسي ان احنا نأد فاليو للبروجكت والإليمينيت الويست بقدر المستطاع علشان نسلم المشروع بجود كواليتي او بالكواليتي المطلوبة في التايم المطلوب، في نفس الوقت ان احنا ما نقللش من الكواليتي ونأد فاليو اكتر للمشروع بان احنا نقلل الكوست. بنحاول ان احنا نعمل كوست سيفنج، تايم سيفنج، في نفس الوقت ما نأثرش على الكواليتي عندنا. تمام، الكونستراكشن، اللين كونستراكشن ازاي بقى مشهور في الكونستراكشن فيلد؟ طبعا احنا كلنا عارفين اللين اصلا بداية ظهوره كان في المصانع، تطبيقه في المصانع، وكان اول شركة عملت ده كانت شركة تويوتا. كانت بتحاول ان هي تعمل انهانسمنت للبروسيس بتاعتها والبرودكتس اللي بتطلع من عندها بطريقه معينه عشان تحسن الانتاج. بس بالنسبه للكونستراكشن، احنا عندنا في مجموعه المستشفيات اللي كانت اسمها شاتر هيلث، دي كانت قررت ان هم يبداوا تحسين او باعاده بناء كل مجموعه المستشفيات بتاعه شاتر هيلث، واعتمدوا فيه على اللين كونستراكشن. تطبيقهم للين كونستراكشن ده خلاهم يشوفوا او يكتشفوا ان 30% من المشاريع بس بتقدر تميت دير تارجت، التارجت بتاعت اي مشروع. زي ما احنا عارفين ان احنا طول الوقت بنحاول نعمل اكستنشن اوف تايمز، بنحاول ان احنا لا ده في كوست امباكتس، لا ده في كليمز، في فهتلاقي دايما نسبة 30% من المشاريع بس هي اللي بتقدر تميت or exceed their cost and schedule goals. و70% من البروجكتس بتقابل failure أو failure rate بسبب طبعا زي ما اتفقنا قلنا ان في cost impacts وفي claims بتتقدم، في extension of time، تغييرات كتيرة بتيجي علينا من clients. كل الحاجات دي بتخلي الكونتراكتور طول الوقت ما بيقدرش يميت، وطبعا الجانب كونتراكتور من جوانب كتيرة جدا. المشاريع، مجموعة المستشفيات دي حققت 92% success rate، مفيش أي scope compromises، 5% under budget، $4.7 billion. دي كانت نتيجة المشاريع. عندهم 25 completed projects من 2007 ل 2019، وكلهم بنسبة نجاح 92%، ده بسبب تطبيق اللين. طيب عايزين هنا لو حد من الناس اللي مشاركينا في السيشن، في حد سمع عن موضوع الشاتر هيلث او تطبيق اللين كونستراكشن عموما في البروجكت؟ دكتور محمد، ايوه الناس بتقدر تجاوب ولا لا؟ صعب. لا بتقدر تجاوب، بس واضح ان عارف السكوت مش علامة الرضا، السكوت ان ممكن بعضهم ما سمعش عنه قوي في الموضوع، لازم نكون فنقدر تاني. بالظبط تمام، لو في حد او يعني في حد رد فعلا لا لا لا، يعني السكوت علامة الرفض على طول الموضوع. اوكي. طيب
هنبدأ نقول دلوقتي ايه اللي شاتر هيلث عملوه علشان يقدروا يحققوا 92% في المشاريع عندهم. اول حاجة اتجهوا لحاجة اسمها الكولابوراتيف بلاننج. الكولابوراتيف بلاننج ده طريقة بلاننج جديدة معتمدة على البول بلاننج. البول بلاننج دي هنشرحها في السلايدز اللي جاية، وهي طريقة بتعتمد ان انت بترجع بتمسك المايلستون بتاع الاكتيفيتي او السيكونس اوف اكتيفيتي، بتوصل للمايلستون وبترجع بالراجع علشان تقدر توصل لاول اكتيفيتي، وبالتالي تقدر تمونيتور او تمانج الريسكس والريسورسز والريكوايرد كل الريكوايرمنت علشان تقلل الريسك او الايشوز اللي ممكن تافكت يور بروجرام. دي هنتكلم عليها في التفاصيل في السلايدز اللي جايه. الروت كوز اناليسيس. الروت كوز اناليسيس ده طبعا احنا عندنا زي ما احنا عارفين في مشاريعنا التقليديه ان دايما احنا كل الاكشنز او كل المشاكل بنواجهها بالفاير مود، اللي هو انا هاخد اكشن سريع حالا عشان احل المشكله. انا واجهني مشكله في الكونستراكشن، او واجهني مشكله في الستيل، واجهني مشكله في التوريد، واجهني. فانا كل اللي احنا بنعمله التوب مانجمنت او المانجمنت او المسؤول عن الموضوع بياخد اكشن لحظي علشان يحل المشكله. بس الروت كوز اناليسز مختلف، ان احنا بنرجع نشوف اصلا ايه سبب المشكله ونحلها. ودي ليها كذا طريقه وبرضه هنتكلم عليها. فيها طريقه من الطرق طبعا ان انت بتعمل حاجه اسمها الفايف وايز، بتسال يعني از اكزامبل ملوش علاقه بالكونستراكشن، انا صحيت متاخر، ليه صحيت متاخر؟ عشان انا ما ظبطتش الالارم. طب ليه ما ظبطتش الالارم؟ علشان الموبايل كان فاصل. طب ليه الموبايل كان فاصل؟ عشان الشاحن ما اعرفش كان مش شغال. طب انا وصلت للحل، فانا هشتري شاحن جديد. هي دي الطريقه، ان انت ما بتحلش المشكله، لا انت بتوصل للاساس او السبب اللي عمل لك المشكله، فبناء عليه انت خلاص مشكلتك حلت فمش هتتكرر تاني. حاجه تانية طبعا من الكوز اند افكت اناليسز الفيش بون، ودي طريقه من الطرق ان انت بتمسك المشكله وبتقسمها لفور اور 6 اور 7 اور 8 اليمنتس، وكل element بتشوف فيه ايه اللي حاصل او ايه اللي مسبب المشكله، وبتحاول تحلها لحد ما بتوصل للحل النهائي لكل الحاجات او العوامل المؤثره على المشكله دي. الريموفال اوف ويست. والريموفال اوف ويست دي هنتكلم عليها برضو بالتفصيل، وهي ان انت بتحاول تشوف ايه كل الكريتيكال ايشوز اللي ممكن تاثر عليك عشان تاتشيف اي اكتيفيتي. وبالتالي ان انت بتبقى متاكد قبل بدايه اي اكتيفيتي ان انت هتعرف تحقق الاكتيفيتي ده وهتوصله بالكواليتي المطلوبه وبالتايم المطلوب وبالكوست المطلوب. لاست بلانرز فويس، ودي الحاجه اللي هي المفروض اللين كونستراكشن مبني عليها اصلا، ان انت بتسمع للفورمان والسايت انجينير، واللاست بلانرز دول المفروض ان هم بيشاركوا في الكولابوراتيف بلاننج وليهم حق ان هم يعترضوا. از اكزامبل ان انت هتقول له انا عايز اخلص البلوك ده، انا لازم اخلصه within 2 weeks، فالفورمان هيجي يقول المهندس انا اسف انا مش هقدر احقق ده within 2 weeks علشان انا هيبقى عندي نقص في 1 2 3 4، او هيجي يقول له انا عشان احقق اللي انت عايزه مني ده في خلال اسبوعين انا هحتاج توفر لي 1 2 3 4. فبالتالي انت وانت بتعمل البلان بتاعك فانت عارف انت هتقدر تخلص ولا مش هتقدر تخلص، ولو هتقدر تخلص انت محتاج ايه علشان تخلص. الفوكس اون بيبل ده برضو حاجه من الحاجات المهمه، ان دايما التيمز لازم تبقى كل فتره لازم يكون في تريننج باللاست ابديت في الكونستراكشن، لازم يكون في ديسكشنز، لازم يكون في برين ستورمينج، لازم كل التيم يكون وان هاند علشان نقدر نوصل للهدف المطلوب من المشروع. كونتينوسلي لوكت فور بروبلمز، ده اللي احنا اتكلمنا عليه برضو، ان احنا بنفضل طول الوقت ندور على الايشوز والكريتيكال ايشوز اللي ممكن تاثر علينا علشان نقدر نشتغل. ريموف ذا ويست، شالوا كل اي حاجه ريليتد للويست. في الويست طبعا احنا هنتكلم عليه بالتفصيل في السيشنز الجايه، بس باختصار الويست احنا عندنا
في اوفر برودكشن، في اوفر بروسيسنج، في عندك انفنتوري، في بيبول ليبرز، وفي عندك كريتيكال ايشوز بتاثر على البروجكت. والويست ده كل اي اكتيفيتي في المشروع ما بيضيفش فاليو للمشروع، حتى لو انت شلته فهو خلاص هو كده انت ريموفد ويست، بس ده ما بيضيفش اي حاجه للمشروع، بس بيساعدك انت كمشروع ان انت تشتغل سموذلي. ديفلوبد الهاف ايدياز او الايدياز تو بي امبروفد، ودي طبعا اللي احنا تقريبا بنواجهها في اغلب مشاريعنا، ان الانجينيرز او الفورمانز او الناس الموجوده في الستاف بيبقى عندها انهانسمنت ايدياز، او عندها ايدياز ان هي تحسن حاجه معينه او طريقه شغل معينه في المشروع، بس التوب مانجمنت مثلا ما بتسمعش للناس، او لا خلاص انا بعتمد على خبره او اكسبيرينس البروجكت مانجمنت او البروجكت دايركتور، علشان هو خلاص انا مور ذان 25 ييرز اكسبيرينس، وانا انا ادرى بالطريقه الصح. وده الاولد مانجمنت او الحاجه اللي احنا بنحاول في لين كونستراكشن ان احنا نقلل منها، علشان البلين ستورمنج وندخل الايدياز بتاعه الانجينيرز والفورمان لانهانسنج السايت. تمام، احنا هنا هنتكلم على اللين كونسبت. اللين كونسبت طبعا ان احنا زي ما اتفقنا ان احنا بيؤدي ان هو بيديليفر البروسيس او بيديليفر البروجكت او بيديليفر وات ايفر ذا كلاينت از ريكوايرد in good quality good quality and on time، وده بتقليل الويست اللي احنا اتفقنا عليه، الترانسبورتيشن والاوفر برودكشن والبروسيسنج اللي مش مطلوبه والانفنتوري والريورك. ده طبعا لازم الكواليتي والسيفتي، ان احنا لازم نعتمد ان احنا السيفتي بالنسبه لنا يكون نمبر 1 في البروجكت هو الكواليتي، علشان نتفادى الحوادث ونتفادى الحاجات اللي ممكن تعطل لنا المشروع. وده عندنا واحدة من أهم حاجة في اللين كونسبت، اللي هي أو أهم تول plan do check act، ده معتمد على ال continuous improvement. بالنسبة دي حاجة كده chart بيبين لنا ايه ال learning loop أو اللين المفروض ايه ال process بتاعته، ال loops بتاعته. ودي طبعا المفروض على كل حاجه من دي هنتكلم عليها بالتفصيل، اللين بيدخل فيها ليه، وايه الامباكت او ايه الحاجه المفروض بتاثر على البروجكت لو اللين تدخل فيها من بدري. فاحنا عندنا اللين المفروض بعد السنين الجايه، او زي ما احنا تقريبا دلوقتي بدانا هنا في قطر في الموضوع ده، ان اللين بقى ريكويرمنت في العقد مع الكونتراكتور من اشغال، بقى ريكويرمنت لازم يكون في لين في الكونتراكتور، ولازم يتبعوا كل اللين ميثودز. بعد كده المفروض التوجه لللين معتمد حاليا او هيعتمد على ان الكونتراكتور هيتدخل في مرحله الديزاين، فهيبقى موجود الكونتراكتور معانا في مرحله الديزاين، هو والديزاينر والكلاينت. وده طبعا علشان نتفادى حاجات كتير جدا من اخطاء او مش اخطاء، نقدر نقول ان احنا الكونتراكتور بيكليم بعد كده على حاجات ميسنج في الديزاين، الايشو فور كونستراكشن دروينج نوت بروبرلي از بير سايت، او لو انت ماخد مشروع مثلا ومتطلب معاك از بيلت، او انت هتكونتينيو بروجكت فيجي يقول لك الاز بيلت نوت از بير سايت كونديشن. كل الحاجات دي انت هتتفاداها بمجرد ان انت تعمل كولابوريشن وانت تعمل الديزاين مع الكلاينت والستيك هولدرز والكونتراكتور والديزاينر. تمام، اللين كونستراكشن هيدخل معانا في السبلاي تشين، ودي شابتر كبير جدا في اللين. انت ازاي تمانج السبلاي تشين، ازاي تمانج الستورج، ازاي تافويد ان انت الهيدن ويست اللي هو في الستورج، ان انت ممكن تجيب الماتيريال قبل الانستوليشن بشهور، فانت بتضيع فتره كبيره جدا في الستورج، بتدفع عليها بيمنت رينتال، بتدفع ف
عندك ليبرز، عندك ماتيريال ممكن يحصل لها دامج في اللونج ستورج. فده كله المفروض ان احنا نتكلم عليه، ازاي نأفويد كل الحاجات دي. وقت في اللوجيستيك، الكوميشننج، الانتريشن، ديكوميشننج. في عندنا كمان ازاي ان انت تعمل انتجريشن للين في كل العناصر الموجودة في المشروع. دي طبعا محتاجة كذا سيشن ومحتاجة كذا تعريف. انا قلت لكم باختصار بس اللوب او المين ايديا لللوب للين. معانا دلوقتي البينيفيتس اوف لين كونستراكشن، ايه الفايده اللي هتعود علينا كبروجكت او ككلاينت المفروض من تطبيق اللين كونستراكشن؟ ان احنا بنديليفر بروجكت اون تايم بالمينيمم ديستربشن تو ذا بابليك، جريتر كاستمر ساتسفاكشن. طبعا انت كلاينت ساتسفاكشن دي حاجه مهمه جدا لاي كونتراكتور، لان دي بيديلك سي في قوي للشركه او الكومباني بروفايل، لان انت بتبقى خلاص محتاج تاخد مور بروجكتس. فانت بالنسبه لك خلاص انت بقيت حد ابروفد بالنسبه للكلاينت. لو الكلاينت عندك كبير فخلاص انت خلاص بقيت بالنسبه لهم مصدر ثقه ومصدر ابروفل. الكواليتي للكونستراكشن، البرودكتيفيتي بتتحسن بشكل كبير جدا، وده هنشوفه في السلايدز اللي جايه. البروفيتابيلتي وريديوست كوست، انت بنقدر نعمل كيس ستاديز على حاجات كتير نقدر نوفر فيها، نعمل كوست سيفنج من ان احنا دي هنشوفها في الكيس ستاديز في السيشنز اللي جايه. السيفتي بيحصل له امبروفمنت عالي، ودي واحده من اكتر الحاجات اللي عملنا لها امبلمنتيشن عندنا في السايت، وعملنا عليها كيس ستادي وعملنا تشيك ليست وبدانا طورنا كتير قوي في السيفتي. فعندنا السيفتي اتحسن بطريقه كبيره. التيم انفايرمنت عندنا، وده طبعا دي حاجه قليله في اغلب المشاريع، ان انت التيمز بيجتمعوا في يوميا لمده 10 15 دقيقه، بنقعد نتكلم، نعمل برين ستورمنج، نشوف احنا فين الديليز، الاتشيفمنت، الكريتيكال ايشوز. كل الحاجات دي بتحسن جدا من الانفايرمنت في الشغل. تمام، نقدر نكونتينيو. تمام، نقدر بس نكونكلود الكام سلايد مع لسه سمر في فكرة إن إضافة اللين وهدفها بأفكارها كلها على هذا الموضوع، إن تطبيقات اللين وبالفعل اللي هو بدأ في الصناعة لتقليل الويستي اللي بتحصل في البروسيس، ولما فعلا بالفعل بدأت تطبق على المشاريع بتاعت الكونستراكشن زي الشاتر بروجكت ده، قدر بالفعل يوصل لنسب انجاز عاليه جدا. واعتقد زي ما باقي زملائنا كلهم اللي معانا في السيشن دي، بفكره ان المشاريع مشكلتها فعلا سواء في مصر او في الوطن العربي عموما كمشاريع كونستراكشن، ان هي بنسبه فعلا 70 80% ما بيخلصش في مواعيده، و70 80% بيحصل فيه اوفر بادجت. فبالفكر اللي اتطبق، ودي كانت الهدف الرئيسي من التطبيق فعلا بالنسبة لنا اللين في مشاريع الكونستراكشن، ان هم بدأوا يطبقوا منظومة مختلفة شوية، كالتشر نقدر نسميها، طبيعة شغل وطبيعة عمل مختلفة شوية. ان انا بداية من الفورمن، نهاية بالبروجكت دايركتور اللي موجود معايا، كلنا بنتفق على طبيعة التنفيذ وكلنا بنتفق على إمكانية التنفيذ بشكل يومي وأسبوعي، فبالتالي كلنا بنبقى مطالبين. وعشان برضو تأكيدا، وأعتقد غالبيتنا متفق على هذا المبدأ بشكل كبير، إن لما المشروع بناخده بنبتدي إدارة التخطيط والمتابعة، تبتدي تحط الماستر بلان وتبتدي توزع الريسورسز عليها، تنزل لمدير المشروع يقعد يتخانق معاهم، لا أنا مش هعرف أعمل ده وأعرف أعمل ده، طب بالعافية بيبتدي ينزله للسايت انجينيرز او الاكسكيوشن مانجرز موجودين عنده، لكن في الاخر بتنزل لمهندسين التنفيذ على ارض الواقع بشكل او باخر. طبعا هي بنسبه كبيره جدا بتبقى بيزد على الخبره بتاعت سواء مدير المشروع او الناس بتوع التخطيط، وهي خبره تحترم تماما. بس بالطبيعه اللي احنا متفقين عليها جميعا،
ان كل مشروع عندنا هو يونيك بروبرتي بتواجهه مشاكل مختلفه، وكل مره بنبتدي فيها نفس المشروع حتى وان كان نفس السكوب بالنسبه له، بس ببتديها في منطقه مختلفه او ببتديها بطبيعه مختلفه، بيبقى بتواجهني مشاكل مختلفه. كونكلوجن اوف ليم ككونسبت بالنسبه لنا هنا، ان انا رقم واحد احنا كلنا جميعا مشاركين في وضع البلان وتاكيد حجم العماله اللي بتنفذ وخلافه. ده زي ما بنسميها كالتشر بيز 1. كالتشر بيز 2 ان بالفعل لازم اي مشكله او اي كونسترين، هنقول مشكله وكونسترين، يعني ممكن ما يبقاش فيه مشكله از ايشو، بس ممكن يبقى فيه كونسترين بيمنعني ان انا احقق نسب هذا الانجاز او معدلات الاداء اللي هي متفق عليها في البلان، فلازم كلنا بنتفق عليها وبنمشي بالطريقه العكسيه عشان اقدر اوصل بالفعل لمعدلات الانجاز. ليه؟ لان هو الهدف من فكره اللين زي ما كنا اتكلمنا في السيشنز السابقة، هي فكرة انتجريتد بروجكت ديليفري، او الهدف الرئيسي هو توصيل المشروع لغايته بأعلى مستوى جودة وبأقل مستوى تكلفة وفي نفس معدلات الأداء. فلهذا فكرة اللين بالفعل كونها وصلت ان هي بقت من ضمن الاثوريتيز اللي بتطلب، وان الشركات لازم تبقى معاها فكرة اللين دي عشان اطمن لها اصلا ان هي بالفعل هتقدر تسلمني المشروع. ويمكن بدات في دول كتير جدا جدا حوالين الوطن العربي وفي اوروبا وفي امريكا، ويمكن بدات فعلا زي ما قلت لحضراتكم، زي ما باشمهندسه سمر قالت، ففكره ان هي بدات تطلب من فيها مش زي الايزو تحديدا، وبدات تطلب في مشاريع بالذات المشاريع الكبيره او الميجا بروجكتس زي ما احنا بنسميها. فاصبح الاحتياج للين او الاتجاه للين سواء على مستوى الشغل العادي اللي هو ما طلبش مني كأثوريتي، فأنا محتاج بالفعل أقدر أنفذ مشروعي في ميعاده بالتكلفة المتفق عليها بدون ما أنا أقعد أنا ككونتراكتور أصوت للأونر لا ده كذا، لا ده اتأخرت، لا ده عملت، لا ده سويت. وفي نفس الوقت الأونر يبتدي يثق فيا إن أنا بالفعل قدرت أعمل له مشروع واثنين وثلاثة في ميعاده وأسلمه له في ميعاده، وفي نفس الوقت أبتدي اسلمه له كمان بالبادجت بتاعته بدون ما تزيد بالارقام اللي احنا نفسنا كنا كلنا بنتكلم فيها وبنتناقش في المرات اللي فاتت، ان انا ممكن ابتدي مشروع قيمته 100 مليون عقبال ما بيخلص المشروع يبقى وصل ل 350 مليون عادي جدا، والناس ما عندهاش ادنى مشكله، في مقابل ان نفس المشروع ده بالفعل يمكن شفنا مشاريع، وانا على المستوى الشخصي شفت مشاريع بره لا هو المشروع ب 100 مليون لازم يخلص ب 100 مليون، ماليش دعوه اتصرف انت. ليه؟ لان هو بيبقى عمل الجزء اللي عليه متبقي الجزء اللي عليا انا فيها. فبالتالي اهداف اللين سواء على مستوى الدول او على مستوى الجنرال كونتراكتورز او الاونر بروبرتيز بشكل او باخر، او كمان الجنرال كونتراكتور، فهو بشكل او باخر بيحاول يحافظ على المثلث بتاعنا كبروجكت مانجمنت او كونستراكشن مانجمنت اللي هو كواليتي كوست اند تايم بسكوب مختلف وكالتشر مختلفة عشان بالفعل الناس تقدر تبتدي توصل فيها للمشاريع. والأهم بالنسبة لنا إن ما بدأناش نطبق أو ما بدأش ينتشر غير بعد كيس ستادز بأرقام عدة مئات ملايين من الدولارات وطبقت عليها فعلا وبالفعل بدأت توفر فيها. طيب في بعض الأسئلة أستاذ باشمهندس سمر الناس بدأت تسأل على الشات. انا شايفه الموضوع ده، انا اعتقد خلينا نخلي في الاخر كل الاسئله، نعمل زي ديسكشن، شورت ديسكشن، ونجاوب على كل الاسئله مره واحده افضل. اوكي تمام خلاص اتفضلي. انا بس ايه بحب في النص كده اكونكلود اللي فات عشان الناس تبقى برضه متابعه معانا. اوكي اتفضلي. تمام. هنرجع لللين تولز وتكنيكس. ما اعرفش الناس بتقول في صوت، الصوت اذا كان واضح لو سمحت الناس بس تقول ان الصوت واضح عشان ما نعيدش تاني. هو عندي واضح، ممكن بقى باقي الأشقاء. تمام. تمام. اوكي. طيب عندنا اللين، عندنا في الهدف من اللين، او لو في عندنا عقد بيتكلم اسمها enhanced contract، اللين اورجانيزيشن وانهانسد بيرفورمانس. احنا مسؤوليتنا كلين ان احنا نانهانس البيرفورمانس لكل ديبارتمنت، من اول البروجكت دايركتور لحد الليبر اللي موجود في السايت. الموضوع ده ما بيحصلش بسهوله،
ومش سهل ان انت تغير كالتشر موجودة من آلاف السنين، ولا ان انت تغير منتاليتي الكونستراكشن تيم والليبرز والفورمان، ان انت تخليه يبقى معاك برو اكتيف، وان هو عينه تشوف المشاكل ويقدر ان هو يجي ويتناقش فيها ويعمل برين ستورمنج عليها. عشان كده احنا في تكنيكس معينة او تولز موجودة في اللين. اول حاجة فيها الكولابوريتيف بلاننج، الفيجوال مانجمنت، الفايف اس، والداتا كوليكشن، والورك اوبزرفيشن ستاديز. كولابوريتيف بلاننج ده انا اتكلمت عليه باختصار، وهتكلم عليه اكتر في السلايدز اللي جايه، وكمان الفيجوال مانجمنت. الفايف اس دي هتكلم عليها باختصار، وهنتكلم عليها في السيشنز اللي جايه. الفايف اس دي عباره عن ان انت بتعمل ترتيب وorganization وstandardization لكل حاجة موجودة في السايت، كسيفتي وكستور وك ك ك ك كمانجمنت للستور وللاي داون اريا والماتيريال وعندك البلان الموجودة او اللي بتقدر تتحرك منها. التراكس مثلا بتطلع لك من منين وفين وبتروح امتى. اللوجيستيك بلان دي حاجة مهمة جدا لازم تبقى موجودة، علشان نقلل الويتنج والترانسبورتيشن، نقدر نمانج الموضوع ده. الداتا كوليكشن، انت بتاخد الداتا بتاعتك من مين؟ انت بتاخدها من التوب مانجمنت، ولا بتاخدها من الفورمان ومن السايت انجينير اللي هو اصلا بيعمل الشغل؟ فبناء عليه انت هتقدر تعمل فوكس ومونيتورنج عشان تنهانس البرودكتيفيتي. الورك اوبزرفيشن ستاديز دي بتبقى one of the most important things in the lean، ان انت بتقدر تشوف حاجه عندك فيها ويكنس في السايت، فانت بتقدر تقعد مع المهندس المسؤول، تقعد مع التوب مانجمنت، تقعد مع البلاننج، تقعد مع ممكن اوقات كتير تقعد مع الاستشاري، وان انت تشوف حل افضل او زي innovation للموضوع، فتقدر من خلاله ان انت تحسن البرودكتيفيتي وتحسن الاداء. ممكن تقلل بيكوست، ممكن تقلل ريسورسز، حاجه معينه انت بتشتغل عليها مثلا، ومثلا انت بتحفر في، يعني كسبيل المثال انت عندك ترينش فانت بتحفر فيه، فالحفاره مثلا شغاله حفر انت عندك الحفر على 7 متر، فهي حفرت ل 8 9 متر ومحدش بيمانج عليها او بيوبزرف عليها، فانت بتضطر ان انت تزود ماتيريال عشان الباك فيل، فده يعتبر ويست وموني كوست. فالحاجات دي كلها لازم يتعمل عليها مونيتور، لازم يتعمل عليها كيس ستادي اوبزرفيشن. كل الكلام ده نقدر ان احنا نشوفه في الاستادي، في السلايد اللي جاي او في السيشنز اللي جايه نتكلم عليها بالتفصيل، ولايف سامبلز يعني او لايف كيس ستاديز موجوده عندنا في السلايد. عندك في 8 تويست دي هنتكلم عليها برضو في السيشن الجايه. الفاليو او الفاليو تشين والفلو والبول بيؤدي في الاخر للبرفكشن اللي انت عايز توصله في المشروع. ودي اللي هي اللين برينسيبل، اللي هي الفاليو تشين بتاعتك اللي انت عايز تفضل طول الوقت شغال عليها ومحافظ عليها، علشان توصل المنتج بتاعك او المشروع بتاعك بافضل نتيجه وافضل طبعا في الوقت المطلوب منك، والكوست طبعا ما يزيدش عن المطلوب، والافضل ان احنا نعمل كوست سيفنج لو في امكانيه في الموضوع. تمام. بالنسبه للكولابوريتيف بلاننج والبروجكت مانجمنت، اوكي، كولابوريتيف بلاننج ده بدايه بيحصل كالاتي. احنا كلنا طبعا اي مشروع بيبقى فيه بيز لاين بروجرام. البيز لاين بروجرام زي ما احنا متعودين ان اغلب البروجكت 85% من المشاريع البيز لاين ده بيتعمل له ريكفري، بيتعمل له ريفايز ووركينج بروجرام وريفايز وركينج بروجرام، وطول الوقت احنا بنعمل الكلام ده، ما حدش بيمشي تقريبا عليه، لان بنمشي على الاكشوال الموجود في السايت. فاحنا كلين وظيفتنا ايه؟ احنا بنعمل كولابوريتيف بلاننج ميتنج، وده بيكون متواجد فيه البلاننج مانجمنت، موجود فيه الكونستراكشن تيم كاملة، موجود فيه البروجكت مانجر او بروجكت دايركتور، موجود فيه البروكيورمنت، موجود فيه التكنيكال اوفيس، موجود فيه الاستشاري وممثل من المالك.
وده احنا بنعمل فيه الاتي، ان احنا بنعمل اول حاجه 3 شهور 3 month collaborative target plan 12 week. ال 12 اسبوع دول بيكون بناء على الاكشوال اللي احنا هنعمله في السايت، وطبعا عندنا المايلستون بتاعنا اللي احنا متفقين عليه اللي هو موجود في البيز لاين. انا لازم اخلص الاريا دي ميد اوف ابريل، خلاص انا حاطه تارجت قدام عيني ان انا لازم اخلص 15 4، فانا هحط المايلستون ده قدامي، هعمل ال 12 اسبوع بالراجع. انا على كل اكتيفيتي كل شارع وكل سيرفيس انا المفروض هعمل ايه. ده بيساعدنا في ايه؟ ده بيساعدنا ان احنا خلاص حطينا قدامنا البلان بتاعنا التارجت بتاعنا، فبناء عليه بتقدر تحدد الايشوز او الكريتيكال ايشوز او الريسكس اللي هتواجهك طول الثلاث شهور دي. وعندك الايشوز هنا بتتقسم لاثنين، في ايشوز انترنال اللي هي دي ليها علاقه بالشركه عندك، وفي ايشوز اكسترنال اللي هي انت خلال الثلاث شهور الجايين انت هتبقى محتاج ايه من الكلاينت، محتاج ابروفلز ايه، محتاج تكنيكال ابروفلز على ايه، محتاج ديزاين لسه ما جاش، في تشينج اوردرز لسه هتيجي او انستراكشنز لسه هتيجي، في ديزاينز ممكن تتغير، في 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 كل الكلام ده بيبقى اسمه الميك ريدي بلان. الميك ريدي بلان ده بيساعدك ان انت تايدنتيفاي كل الكريتيكال ايشوز الموجوده عندك خلال الثلاث شهور الجايين وتبدا تشتغل عليهم، علشان وانت بتبدا الاكتيفيتي يكون كل حاجه جاهزه بالنسبه لك، الريسورسز موجوده، الاكويبمنت موجوده، الليبرز متوفره، السايت انجينير حاطط خطه في دماغه وعارف هو هيبدا بناء على ايه، الكلاينت نفسه عارف ان هو خلال الثلاث شهور الجايين هيتقدم له 15 ميثود ستيتمنت و45 ماتيريال انسبكشن وتست ريبورتس، فبيكون مجهز الستاف الاستشاري ويكون الدنيا جاهزه تمام. فانت ماشي لحد ما يقابلك مشكله قدريه انت مالكش ذنب فيها، فهي دي اللي ممكن توقفك، بس انت حاطط بلان لثلاث شهور قدام. بالنسبه للخطوه اللي بعد كده، في حاجه اسمها الفور ويك لوك هيد بلان. الفور ويك لوك هيد بلان ده بيبقى اكستراكتد او مستخرج من الثلاث شهور، فال 12 اسبوع انت بتاخد منهم 4 اسابيع، والاربع اسابيع دول انت بتقعد تمونيتور عليهم مع الانجينيرز بقى ان ديتيل، بتاخد كل ايتم وكل اكتيفيتي وكل شارع بتحطه بالتفصيل. مثال بسيط، احنا عندنا مثلا الانفرا بروجكت، عندك سيرفيس ووتر، عندك مان هولز، سيرفيس ووتر مان هولز، كل حاجه من دول بتاخدها سيبريتلي وبتقسم، عندك حفر، عندك بيدنج، عندك بايب لينج، عندك باك فيل، عندك سوري بايب لينج، وبعد البايب لينج السراوند، وبعد كده الباك فيل، بعد كده عندك الرود وورك، اللايتنج، كل الكلام ده بتاخده ان ديتيلز لشارع شارع، والريسورسز المطلوبه بنحملها عليه، وفي نفس الوقت علشان تبقى خلاص انت قدامك الاربع اسابيع الجايين. وطبعا الفور ويك ده احنا بناخد منه ويكلي بلان، او كل انجينير كل اسبوع بيقدم الويكلي بلان بتاعه والريسورسز المطلوبه عشان يحقق الاسبوع ده، واحنا بنمونيتور عليه بناء على الابديت ده. احنا دايما عندنا اهيد فور ويك، فانت دايما طول الوقت عندك اهيد فور ويك، فانت خلاص بتشوف انت حققت ايه. وبنبدا من خلال الاربع اسابيع ده نشوف او نحدد البرودكتيفيتي، فانت هتقدر تحقق ال 12 ويك ولا نقلل شويه ولا نزود البلان شويه ولا احنا ماشيين صح. بالتفصيل قدام في السلايد اللي جايه هنفسر اكتر الويكلي بلان ده احنا بيتعمل ازاي وبنناقشه ازاي وبنحدد البرودكتيفيتي ازاي، وازاي احنا بنقدر نوصل لان الانجينير يقدر يبلان اللي هيقدر يحققه بالظبط. تمام. الكوانتيفاي بروجرس طبعا ده تو انشور البروجرام وتو انشور الريزونز بيهايند السكسس والروت كوزز، دي اللي احنا اتكلمنا فيها، ان احنا بنعرف ازاي ان احنا قبل كل اكتيفيتي وقبل اي بدايه اي حاجه في السايت ان احنا تمام ومفيش عندنا اي مشكله عليها، والمشاكل اللي ممكن تواجهنا احنا حلينها من قبل كده. ديلي سايت هادل او الديلي هادل، ودي هنتكلم عليها برضه بالتفصيل، ان دي بنجمع التيم
بنتناقش في 15 20 دقيقة بالظبط، بنبقى ستاندنج ستاند اب ميتنج بنتناقش فيها day to day what happened today what will happen tomorrow what is the critical issues، ايه اللي حصل في ال critical issues، طب انت ليه ما حققتش البلان بتاعك امبارح، عشان انا واجهني بريك داون، واجهني ليبرز ما جاتش، واجهني عندي الناس سحبوا التيم، المشاكل الطبيعية اللي ممكن بتحصل في اي سايت. تمام لحد هنا اوكي صح؟ تمام. تمام. طبعا دي سلايد زي التفصيل اللي احنا اتكلمنا عليه، ان احنا مين اللي بيكونوا موجودين في الكولابريتيف، ستيك هولدرز، الستيك هولدرز اللي بنشتغل توجيذر مع بعض، الكولابريتيف بروجرام، بنستغل وجود اكسبيرينس بيبول عارفين البروسيس وعارفين ان الحاجه دي ممكن تخلص في قد ايه، فاحنا بنقدر نستغل ده مع البرين ستورمنج والكولابوريشن اللي بيحصل مع السايت انجينيرز. بنعمل ريموفنج طبعا للويست، بنقلل الويست، بنايدنتيفاي الريسك زي ما اتفقنا واتكلمنا، ايدنتيفاينج الريسك والايشوز من قبل فتره ده بيساعد كتير قوي ان انت ما تتفاجئش. يعني احنا دايما بنسمي عندنا اللين ده اللي هو الانتي بيوتيك بتاع المشروع. اللوك اهيد بلانز والموبيلايزيشن والساين اوف اند كوميت ميك ات هابن. المفروض ان انت اول ما بتاخد ما بتعمل الميك ريدي بلان اللي هو ال 12 ويك توصل لل 4 ويك لوك اهيد والويكلي بلان، دي خلاص دي اللي بروميسز اللي المفروض الفورمان والانجينير هي هاز تو كوميت، خلاص مفيش فيها اي اكسكيوزز، لان انت اوريدي قعدت على التيبل واجريد على الديتس وقلت اللي هي المشاكل اللي هتواجهك او اللي انت عايزه عشان يتحقق لك، والمانجمنت ابروفد الكلام ده، والمانجمنت وعدت او بروميس ان هي توفر كل الكلام ده، فانت هتيجي قدام الديت انت لما ما تكونش حققت ده فاكيد المشكله لازم هتحاسب عليها، لان انت اوريدي احنا عاملين فولو اب ان ديلي بيزس، فانت لازم وانس ان انت هتيجي في يوم تيجي تقول لي انا مش هقدر احقق، فلازم يكون في ريزون، ريزون قوي ان انت ما فيش ريسورسز اتوفرت، لا ما فيش اكويبمنت جت، لا ده انا عندي في ستيك هولدر او ريزيدنتس منعتني اشتغل، فانت عندك في يعني في ميجر ايشو اثر عليك ان انت تحقق يور تارجت اور يور بلان. في السلايد دي احنا هنتكلم عن الفرق بين الكولابوريتيف بلاننج والتراديشنال بلاننج او اللي هو المتعارف عليه البلاننج العادي اللي هو البيز لاين والبلاننج ديبارتمنت. تمام. التراديشنال بلاننج والكولابوريتيف بلاننج مين اللي بيحط الانبوت في البلان؟ في التراديشنال بلاننج عندنا البيز لاين بيبقى دايما بيزد على incomplete information، دي زي ما احنا عارفين ان ال baseline program في بداية اي مشروع بيبقى عبارة عن ال planning manager مع ال project director او ال project manager او ال construction manager، وبيتعمل بناء على ال experience اللي موجودة عندهم من زمان، فخلاص هو اتعود ان خلاص ان المشروع ده ياخد معايا 5 شهور، resources بتاعته 3 4 مهندسين، طب كذا كذا انا هحط عندي الريسورسز والتايم فريم بتاعي بناء على اكسبيرينس وتوقعات هي يعني اولموست ما بتتحققش. الكولابوريتيف بلاننج اللي بيحط او الانبوت بتاع الكولابوريتيف بلاننج عندنا اويرنس بالبيز لاين بس كرييتد اقرب يعني نيرلي للاكشوال اللي انا اقدر احقق بيه، وكل الانفورميشن والانبوت بتيجي من السايت انجينيرز ومن الفورمانز ومن البروكيورمنت تيم ومن التكنيكال تيم والكيو اسز وكل الناس بتشترك فيه علشان في الاخر يتحقق اكشوالي، ما يكونش بس مجرد بلان موجود على الحيطه فانا كل يومين اقول لا انا مش هقدر احقق ده، لا انا متاخر، لا انا عايز 1 ويك مور to mitigate كل الكلام ده. مين اللي بيكريتيف بلان؟ دي طبعا انا دمجت النقطتين مع بعض. الكريتيف بلان كريتيد باي فيو بيبل، عندنا الكولابوريتيف بلاننج يوتيلايز اكسبيرينس اند سكيلز اوف ذا بروجكت تيم كولابوريشن،
التشالنجز والريسك. طبعا التراديشنال بلاننج بيعتمد على ليميتد ريل انبوت وتشالنج. الانبوت اند تشالنج تو كرييت ذا بيست رياليستيك تارجت بروجرام. وزي ما اتفقنا ان احنا بنتكلم في كل حاجه ممكن تاثر علينا، من اول الانترنال ايشوز والبروسيس. از اكزامبل ممكن يكون عندنا انترنال ايشوز في البيمنت، احنا ككمباني مثلا بيمنت عندنا بتتاخر، فدي احنا لازم دي ريسك لازم نكون عاملين حسابه. انا لما اجي اطلب ماتيريال الاسبوع ده عشان اكتيفيتي هيبدا معايا بعد شهر، فلازم ابقى اكون عارفه ان انا البروسيس بتاعه البيمنت عندي في الشركه بتتاخر لشهر شهر ونص، انا لازم اكون عامله حسابي عشان ما اتاخرش. دي حاجه من الحاجات. شيرنج ذا بلان. في التراديشنال بلاننج الكونتراكتور اوفن كرييتس وركينج بروجرام بس نوت اولويز فيزيبل اور شير. الكونتراكتور اوقات كتير بيبقى عندنا، او احنا كلنا عارفين طبعا ان البيز لاين بيكون في working programs internally، وفي عندنا client ليهم baseline working program، بيبقى فيه شوية secrets في الموضوع علشان ال percentage وال progress والكلام ده. ال collaborative target plan ده بيكون shared with everyone، بيبقى ال client shared معاه، بيبقى مشارك فيه ال consultant نفس الكلام، بيبقى أصلا موجود عندنا في الغرفة اللي هي المخصصة لل lean. بيتعمل عليه update كل 6 ويكس، بنشوف ايه اللي حصل، ايه البروجرس اللي حصل، ايه الايتمز او الاكتيفيتيز اللي ما اتحققتش، طب ليه. وكل الدسكشنز دي المفروض كل 6 ويكس بيحصل عليه ابديت مع الكونتراكتور، الكونتراكتور مع الكلاينت والكونسلتنت علشان نشوف احنا فين من المشروع. Whom are involved في traditional planning the program work plan given to work deliverers. ده احنا خلاص انت البيزلاين بيتقدم او بيتوزع على الانجينيرز وده انت ملتزم بيه. طبعا احنا اغلبية الانجينيرز والفورمانز ما يعني مش عايز اقول ما بيعرفوش، بس نوت اوير بالبريمافيرا، فبيبقى صعب عليه ان هو يقرا السيكونس اوف اكتيفيتيز، بيبقى صعب عليه ان هو يمونيتور الموضوع، فبالتالي صعب ان هو يمشي عليه 100%. ده بيكون هو اصلا involved في البلان، هو اللي بروفايد البلان، فبالنسبه له هو اللي بيبعت لك هو هيعمل ايه الاسبوع ده، هو هيسيكونس الاكتيفيتي زي ما هو شايف، فهو مش هيواجه اي صعوبه ان هو يحقق البلان اللي هو عامله وعامل له بروفايد لينا كمانجمنت او كاداره ان هو اللي هيشتغل عليه. طيب عشان استاذ انا الصور السلايد اللي قبلها ثواني ايه سلايد ايوه بالظبط. بالذات عشان الجزئيه بتاعت الكولابوريتيف بلاننج والبروجكت مانجمنت التراديشنال دي، فنتيجه برضو التجارب على ارض الواقع، برضو حبيت هايلايت مع الزملاء والاخوه بعض البنفيت اللي احنا بالفعل بنحصل عليها او الاختلافات عن التراديشنال العاديه. طبعا بما ان احنا طبيعي زي ما كنا بنتكلم من شويه ان الماستر بلان بتنزل بيبتدي يشوفها المدير المشروع ويبتدي يراجع عليها، بتنزل للسايت مانجر يبتدي يبص عليها ويراجع عليها، بس بتبقى بشكل مش هنقول بيريودكالي، وان كان بشكل هنعتبرها بريودكالي وخلافه. الفرق الرئيسي بالنسبه لنا هنا، وفي الاخر بتنزل للسايت انجينير او الفورمنز اللي موجودين او الاكسكيوترز اللي على ارض الواقع بتنزل للتنفيذ. اللي احنا بنحاول نجسته في اللين شويه اللي هو ان يبقى في عندي ماستر بلان هي الميجر كونسترين اللي بتتحط عليا، بس في الاخر السايت انجينير والسايت مانجر والفورمان اللي موجودين بالفعل في الارض من حقهم ان هم بيحطوا التاتش بتاعتهم زي ما بيقولوا. الماستر بلان الرئيسيه بدل ما هي بتتحط على طول مده المشروع اللي هو سنه 2 3، لا ده احنا بنكسرها لكل 3 شهور باتفاق جميع الاطراف زي ما مهندس سمر كان بتقول واحنا كنا بنتكلم فيها من دقيقتين، ان انا بقدر احط من الماستر بلان بنزل بيها لثلاث شهور او 3 مانس او 12 ويك لوك اهيد بالنسبه لنا، اللي هي بنتفق عليها جميعا زي ما بيقولوا اللي هينفذ على الارض واللي هيبقى محتاجها بيزد على الكونسترين الرئيسيه اللي هي الماستر بلان بتاعتي اللي انا
نقدر نقول اللي هي التايم ليميتيشن والكوست ليميتيشن وخلافه، ببتدي ادرجها بشكل ما. فبالتالي لما بنتفق عليها جميعا على تنفيذ هذه الخطه ما يبقاش حد معترض عليها، بلس فكره الهدل اللي ذكرت وفكره الديلي ديسكشن والويكلي لوك اهيد كمان اللي هي تم نقاشها من تو سلايدز بالظبط. دي بتخلي جميع الاطراف، مش بس، وده يمكن زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم سابقا، ان مفيش طرف سندر وطرف ريسيفر، دائما كان السندر اللي هو اداره التخطيط، مدير المشروع، سايت مانجرز، والطرف الريسيفر اللي هو السايت انجينير والفورمانز وفريق العمل على الارض الواقع. دلوقتي ما بقاش فيه سندر وريسيفر، بقى كلنا كوميونيكيتد مع بعض، بحيث ان لو في اي ايشيو عند السايت انجينير، عند السب كونتراكتور اللي شغال معايا في مشروع بهذا الحجم كانفراستراكشر او وخلافه، يقدر يفيدباك او يفاير على طول اون ديلي بيز وان ويكلي بيز، انا عندي مشكله اثنين ثلاثه لازم تتحل عشان اقدر اكسكيوت ده. ده قلل بنسبه كبيره قوي فتره السولفنج والسوليوشن اللي فيها، اللي احنا كنا بنتكلم فيها في السيشنز اللي فاتت دي، ان الكونتينوس سولفنج والكونتينوس ايشو هايلايتنج والفاير فايتنج اللي احنا بنعمله بشكل دائم على جميع الاطراف، ده بيسرع جدا معدلات الاداء. ليه؟ لان خلاص احنا متفقين جميعا على ان احنا مثلا في خلال الاسبوع، في خلال الشهر، في خلال الثلاث شهور دي هننفذ واحد اثنين ثلاثه، اتفقنا جميعا وبالطريقه اللي احنا جميعا متفقين عليها، مش نازلالي زي ما بيقولوا على ارض الواقع، وزي ما احنا كنا بنقول واحنا مهندسين صغيرين كده، يا عم ده قاعد في المكتب في التكييف وهو مش واخد باله ان الارض صخر فبالتالي بتحفر معانا بزياده، او ان فكره البان هولز لا دي بتطلب الاستشاري يغير السبيكس بتاعتها فبتاخد وقت اطول. لا ده احنا اون ديلي بيز اون ويكلي بيز بنتابع مع بعضينا، بنفولو البلان اللي اتفقنا عليها اون ويكلي بيز بشكل ما، اون مانثلي بيز بشكل اكبر شويه، وبنحاول نفولفيل اياها. والاهم فكره الكولابوريتيف بلاننج دي على مستوى جميع الاطراف ومن وجهه نظر تطبيقي، وطبعا حضراتكم مهندس سمر تكونفيرموا بشكل كبير اكتر مني كمان، ان فكره الكولابوريتيف بلاننج خلاص احنا اصبحنا متفقين جميعا على تنفيذ خطوات معينه في وقت معين، فاذا لا وجه للرجعه. وسرعه التغيير او اتخاذ القرار في ايا كانت المشكله، سواء في المدفوعات او في السب كونتراكتور او في الميسنج اوف اكويبمنت اللي انا محتاجها، او في الاثوريتي سبمشنز او ايشوز او خلافه، ده في حد ذاته وده بعد تطبيقه فعلا على ارض الواقع بيفرق، بس لوحده كده كولابوريتيف بلاننج بعيدا عن باقي الكلام قوي جدا ما شاء الله اللي احنا بنتكلمه في هذه السيشن والسيشن اللي فاتت، ده في حد ذاته بينجز وبيفرق كتير قوي 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 عليه. يمكن زي ما المهندسه سمر برضو قالت، ان هي المشكله كلها ان انت ازاي تعود الناس وتبتدي انجكت الكالتشر دي جواهم وتبتدي تكولابوريت فعلا، ان فكره البلاننج وتنفيذها والايشوز اللي فيها، ويمكن زي ما كنا اتكلمنا بالفعل في السيشنز اللي فاتت، فكره ان المعلومات لما تتناصر، اللي هو لا ده انا محتاج عشان السب كونتراكتور او محتاج السبلاير بتاع حاجه معينه عندي لونج ليد ايتم فبتاخد لها شهرين، فالمعلومه دي موجوده عند السبلاي تشين مش موجوده عند البروجكت بلانر او البروجكت مانجر، فالراجل كل واحد زي ما بيقولوا في دماغه، والله ده انا هطلب الشيلر هيجي لي بعد بكره الصبح. الشيلرات، وده اعتقد غالبيتنا نتيجه، طبعا ربنا يحفظنا جميعا واهالينا، نتيجة كوفيد وقلة الاستيراد والكلام ده كله، أو صعوبة الاستيراد في الوقت ده، الشيلرات مثلا هي وهذه الكونسبت ممكن تاخد لها من شهرين لثلاث شهور عشان تيجي. فأنا لو بروجكت مانجر أو سايت مانجر وفي دماغي وما اتكلم، ما بتكلمش طبعا مع الناس التانيين بتوع البرشيسنج أو البركيورمنت أو الحد انجينيرز اللي موجودين معايا، هو الشيلر بياخد وقت قد ايه، وانا في دماغي ده ومحطط الاكسكيوشن بلان بتاعتي من شهرين ثلاثه قبل الموضوع، فبالتالي بواجه مشكله ان انا عايز اركبه فالدنيا كلها بتتدرج. الكونسبت الرئيسي بس فكره الكولابوريتيف بلاننج، وان احنا نقدر نكسر الماستر بلان الكبيره، حاجه كل ثلاث شهور وحاجه كل شهر وحاجه كل اسبوع، اتفقنا جميعا من اول البروجكت مانجر
لغاية السايت انجينير المفحوط ومرمي في الشمس طول النهار ده هو والفورمان بتاعه ده في حد ذاته، انا من وجهة نظري التطبيقية وحضراتكم طبعا ليكم الرأي الأول والأخير معايا، إن ده في حد ذاته بيفرق كتير جدا. وكون إن إحنا بنقدر نأبديت البلان بتاعتنا، إن أنا كنت الأسبوع ده المفروض أقدر أنفذ زي مثلا 100 متر مكعب حفر، بعديهم هعمل باكفيلنج بمقدار قد كذا، لو حصل في أي إيشو أون ديلي بيز أقدر أحل الإيشو دي، فحتى لو حصلت معايا الإيشو بير داي لا يمكن هتتكرر طول الاسبوع، فبالتالي حتى لو حصل ليكج صغير الليكج ده بيبقى بطيء قوي وبيبقى تاثيره محدود، على عكس الطريقه التراديشنال شويه ان الايشو حصلت فانا بعت والله ميل لمدير المشروع، فمدير المشروع على الحظ كان اجازه ما خدش باله من الميل، شافها تاني يوم هو ايه اللي حصل، لا ما فيش، طب انا هكلم الاداره قبل ما المشكله دي تتحل يبقى الاسبوع عدى وانا فقدت الاكسكيوشن. ولو تتخيلوا حضراتكم زي ما قلت لكم كلنا بنشوفها في هذا السايت، بنكتشف مشاكل بقى لها اسبوعين ثلاثه بس اصل مش عارف مين بعت لايه، بقى الكلام ده كله بقى بيزد على فكره الكولابريتيف بلاننج وفكره اللين وفكره الكلاود اللي احنا بنتكلم فيها، اصبح الموضوع كله قريه صغيره زي ما بيقولوا، لو في اي مشكله حصلت دلوقتي نقدر نابلاي الموضوع في لحظتها، نقدر ناخد اكشن ثرو الموبايل ثرو التليفون ثرو اي حاجه، بخلاف طبعا ان لازم يبقى في ديلي ميتنج كلنا مجتمعين فيه بجميع الاطراف عشان نقدر نعملها ونتفق على اللي فات ونكونفيرم على اللي جاي. ده بس كان كونكلوجن. اتفضل يا باشمهندس سمر. شكرا يا دكتور. تمام، نوصل للسلايد هنا. احنا على نتكلم على الفيجوال مانجمنت. احنا ليه بنعمل فيجوال مانجمنت؟ ايه الهدف من الفيجوال مانجمنت؟ الفيجوال مانجمنت دي احنا بنعمل بيها انهانسمنت للافكتيف اوف كوميونيكيشن والرياكشنز. بتساعدنا ان احنا المسجز او الانفورميشنز توصل بسرعه والكولابوريشن يحصل واحنا واقفين. احنا النهارده بنتناقش احنا عملنا ايه في البروجرس، عملنا ايه، طب انت عندك بريك داون، لا طب انا عندي اكسترا بوم تراك، طب انا عايزه ابدلها بميني اكسكافيتور. الانجينير الثاني للمنطقه الثانيه بيكون موجود في نفس الميتنج، فبيجي يقول له طب انا دلوقتي ممكن ادي لك البوم تراك وانا اخد الميني اكسكافيتور عشان انا محتاجها 3 4 ايام. طب انا الويلدنج تيم مش عايزه النهارده، انا ممكن عايزه كمان يومين عشان انا مش هشتغل النهارده بايب لاينج. فالتاني يقول له طب خلاص انا هاخد الويلدنج تيم وادي لك مثلا بدلها ليبرز او ادي لك حد تاني عشان يعمل لك تنظيف لل ترينج. هو ده الاستفادة اللي احنا بنستفيدها، ان كل حاجة بتتحل واحنا واقفين وكل حاجة بتتناقش واحنا واقفين. قللنا الهيدك على الدايركتورز والمانجمنت والتوب مانجمنت بان كل كبيرة والصغيرة ايميل انا عايز كذا، ايميل لا انا عندي مشكلة في السايت 1 2 3. احنا بقى عندنا ديلي ميتنج. الديلي ميتنج ده هو الفيجوال مانجمنت بتاعتنا، نقدر نمونيتور منه بالظبط ايه الكريتيكال والحاجه اللي تقدر اللي لازم نوصلها للتوب مانجمنت علشان دي هتعطلنا. غير كده خلاص بتتحل واحنا واقفين على مستوى الكونستراكشن مانجرز والبروجكت انجينيرز والفورمان. وده حاجه خلت الناس تبقى عندها يعني ان هي عايزه تيجي الميتنج ده علشان خلاص هي عندها حاجه ولازم تتحل، يعني لازم خلاص كل الناس هتبقى موجوده فاكيد الكونستراكشن مانجر هيشوف لنا حل عليها واحنا واقفين. ودي كانت عامله لنا فرق كبير جدا في البرودكتيفيتي في السايت، وعامله لنا فرق كبير في الكوميونيكيشن مع الناس مع الانجينيرز. بدانا نغير واحده واحده منتاليتي الناس عندنا لدرجه ان هم من نفسهم بقوا عايزين يحضروا الهدل، عايزين يحضروا الميتنج، عايزين يتناقشوا في كل حاجه او كل مشكله. هو بنفسه بقى شايف البروجرس قدام عينه متعلق وشايف بالظبط هو واصل لفين. الفيجوال مانجمنت دي احنا بنعملها ازاي او بنمونيتور عليها ازاي؟ دي هنقدر نشوفها هنا. دي عندنا من الغرفه عندي في المشروع اوريدي امبلمنتد عندنا في المشروع. الغرفة دي بتكون فيها تقريبا كل حاجة موجودة أو بنعملها في المشروع، بداية من البروجكت انفورميشن في المشروع. المشروع ده عبارة عن ايه، المايلستونز بتاعة المشروع، تقسيمة الزونات للمشروع،
ايه الاكتيفيتيز اللي احنا عاملينها؟ عندنا ويت يوتيليتيز ودراي يوتيليتيز ورود ووركس. عندنا في الانفورميشن بتاعه الستيك هولدرز والبي ار او. طبعا عندنا احنا علشان لوكال رودز، فهي لوكال رودز دي موجوده في منطقه ريزيدنشال، ففي قسم عندنا موجود اسمه بي ار او تيم او البابليك ريليشن اوفيسرز. الناس دي بيكون كل مجهودها في المشروع ان هم يعملوا مانجمنت للريزيدنس، او يعملوا نوتيفيكيشن للريزيدنس قبل ما نبدا الشغل، عشان نعرفهم يا جماعه احنا هنبدا حفر في المنطقه بتاعتكم دي لمده 3 شهور جايين. اي ايشوز او اي مشاكل بتحصل احنا عاملين زي كيو ار كود، ده طبعا بيتلزق على كل البيوت، وفي نمبرز للبي ار او اوفيسرز، وكل اي ريزيدنت عنده مشكله بس بيعمل سكان للكيو ار كود، بيكتب المشكله او الكومبلينز اللي عنده، بتحل في خلال 24 ساعه، لان كل الكلام ده بيتناقش ان ديلي بيزس عندنا في الهدل. حاجه من الحاجات ان طبعا الستيك هولدر المانجر او البي ار او اوفيسرز بيحضروا معانا الهدل. فعندنا مثلا سام ريزيدنس بيقول لك انا مش عايز تفتح الشغل قدام بيتي النهارده الفتره دي، انا هوقف لك الشغل. ده طبعا السايت انجينير بيريبورت الموضوع، ستيك هولدر مانجر بتتواصل مع الريزيدنت بطريقه ما، ليهم طرقهم طبعا تقنعهم. الموضوع within 24 hours بيكون اتحل. الانجينير تاني يوم بيسأل المشكله ايه، خلاص انت تقدر تفتح، الامور اتحلت. دي واحده من المشاكل اللي طبعا بتقابلنا in daily basis، علشان احنا شغالين في residential area وما نقدرش نفتح اي شغل الا لما نكون عاملين notification للريزيدنت قبلها بفتره. عندنا في نفس البورد عندنا في تراكنج للانكروشمنت، واحنا وصلنا لحد فين. وطبعا انت لازم تشيل انترلوك اكزيستنج لايتنج اكزيستنج شيدز، كل الحاجات دي ريليتد لبيوت وفلل وحاجات، فلازم تبقى اوير كويس. طبعا الشجر وكل الكلام ده لازم يتعمل له مانجمنت، تعمل له تراكنج، وكل ده بنريبورت عليه. البيرميتس وكل البيرميتس الموجودة في السايت قبل ما تبدأ أي شغل، البيرميتس الموجودة من كهرباء أو الكهرباء والمية، وعشان تستارت البروجكت، كل الكلام ده كله بيتحط على البورد ده وبيتعمل له أبديت على حسب البيريود بتاعة البيرميت. تمام. عندك موجود الأورجانيزيشن شورت للمشروع، دي طبعا حاجة مهمة جدا، عشان في أي وقت الكلاينت جه أي حد موجود، احنا عارف مين اللي موجود على المشروع، مين اللي responsible عن الحاجة دي، نقدر نتواصل مع مين، فبيكون واضح وكلير قدام كل الناس. طبعا زي ما انتم شايفين في البورد بتاع الريسك ريجستر، الريسك ريجستر ده احنا بنعمل له update مع الكوست او البروجكت كنترول تيم، وبيتعمل عليه تراكنج، وبنشوف ايه اللي هيأثر علينا خلال زي ما اتفقنا ال3 شهور الجايين. في البورد اللي مكتوب عليه درامز، الدرامز دي واحده من التولز بتاعه اللين، اللي هي احنا قلنا زي ما قلت قبل كده ان اللين في تو ايشوز، او في انترنال ايشوز اللي هي دي بتتابع ان ديلي بيزس على المستوى الشركه، وفي الاكسترنال ايشوز او الحاجه المفروض بنشير مع الكلاينت، او المفروض المشاكل مع الكلاينت او مع الكونسلتنت. الترامز دي اختصار للديزاين والريسورسز والاكسس والماتيريال والبلانس والبيرميتس والسيفتي. زي قالي كل ما بنعمل 3 شهور او 12 ويك لوك اهيد بنعمل الدرامز بتاعتها، بنشوف ايه الحاجه اللي هتاثر علينا كديزاين، وبنكتب الايشوز دي، وبنكتب مين اللي المفروض ريسبونسبل ان هو يحلها او يدينا الابديت عليها، وبنكتب الديت والستاتس. نفس الكلام للريسورسز، الريسورسز دي عباره عن الستاف، كل الكي ستاف موجودين، الانجينيرز موجودين، ومش بس احنا بقى كمان ممثلين الكلاينت والاستشاري، الناس دي موجودة ولا مش موجودة، في حد مثلا الكواليتي من فريق الاستشاري بيجي مرتين في الأسبوع، فده بيأخر لنا الانسبكشنز عندنا، ودي طبعا حصلت عندنا واحنا عملناها ريبورت كذا مرة والموضوع اتحل، فدي حاجات بنناقشها دايما. عندك الاكسس، الاكسس دي زي ما اتفقنا بيبقى عندنا مشكلة ان احنا
احنا قلنا ده احنا مشروعنا لوكال رودز، فانت لازم تبقى بي شور ان الاكسس للسايت مظبوط، ما عندكش اي حاجه ممكن تعطل الاكسس للسايت، سواء كايكويبمنت او كارز عاديه، او انت كشخص تقدر تدخل السايت سموذلي، ما عندكش، ما بتعديش على بريدج مثلا مكسور، ما عندكش باب مقفول، الكلام ده كله لازم يكون معمول له انهانسمنت ومعمول له امبلمنتيشن كويس جدا. عندك البلانس طبعا، دي الاكويبمنت، البيرمتس، البيرمتس لازم نبقى بي شور ان كل البيرمتس ريليتد للانفايرمنت، للسيفتي، للترافيك، للتي دي بي، كل الكلام ده جاهز وموجود. السيفتي، الانهانسمنت طبعا كونتينوس، ما بيوقفش السيفتي، مشاكل السيفتي ما بتخلصش، فدي ان ديلي بيزس لازم بيتعمل عليها مونيتور. وان ديلي بيزس السيفتي المفروض كل اسبوع على حسب اللي احنا بنعمله معاه، ان احنا بيدينا ريبورت، بيلف السايت كله، بيعمل لنا ريبورت، بيتناقش ان ويكلي بيزس مع السايت تيم، والكومنتس بتاعت السيفتي لازم تتقفل قبل ما يجي اي اوديت او اي فيزيت من الاستشاري. نفس الكلام البي ار او تيم بيعملوا زي سايت ووك باي ويكلي، ان احنا بنمونيتور على حاجه السايت لوك اند فيل. الحاجه دي بتساعد ان انت دايما كل الكونكريت باريرز والبلاستيك باريرز، البانرز، الدايركشنز، التحويلات المرورية، الترافيك دايفرجنز، كل الكلام ده لازم انشور ان هو دايما موجود ومعمول له انهانسمنت ومعمول له فولو اب بشكل مظبوط، علشان ما نقعش ان كلاينت يجي يعمل اوديت في اي وقت مفاجئ يلاقي عندنا اي كومنت. كل ده طبعا تحت اللين، يعني كل ده اللين بيعمل مونيتور فول اب عليه ان ديلي بيزس وان ويكلي بيزس. في الاجتماعيه عندنا في بورد للاكويبمنت ديستريبيوشن، زي ما انتم شايفين دي المفروض الديلي اكويبمنت ديستريبيوشن، كل زون وكل ستيج وكل منطقه ايه الاكويبمنت اللي موجوده فيها. مينلي احنا بنريبورت على الاكسكافيتورز او الحفارات، علشان نشوف احنا عندنا كم حفاره شغاله في المنطقه دي. طب انا عملت عندي 3 4 حفارات عندهم بريك داون، فساعتها الانجينير بيجي ياخد ال3 حفارات دول بيعمل لهم بريك داون. بريك داون مثلا احنا حاطين الحفارات كلها باللون الاحمر، الحفارة اللي يحصل لها بريك داون فهي خلاص بقت يلو، فيروح حاطط هنت كده او هايلايت ان دي عندي بقت بريك داون. ساعتها احنا اللوجيستيك تيم بيحضر معانا الديلي هادل 2 أو 3 دايز بالويك، بيقدر من خلاله نحل كل مشاكل اللوجيستيك، واحنا برضو موجودين بتريبورت ليه وللبروجكت مانجمنت، ومن خلالهم هم بيحلوا اي حاجه ريليتد للبريك داون او الافيلابيلتي للريسورسز او الجنريتورز او وات ايفر موجود. عندنا البورد طبعا الريليتد لل 12 ويك وال 4 ويك لوك اهيد. زي ما احنا شايفين احنا من بدايه المشروع تقريبا عملنا كذا فورمات لل 12 ويك وال 4 ويك عشان نوصل لاكثر فورم الانجينيرز مرتاحين ان هم يريبورتوا عليها ويعملوا فولو اب عليها. فعملنا اخر حاجه ان كل 12 ويك بنقسمه ل4 ويك، وكل اسبوع احنا بنحط عليه البلان زي ما هي موضحه في الصوره. البلانز موجوده ريليتد لكل ستيج ومعمول عليها هايلايت لكل الارياز الريميننج وورك اللي لازم الانجينير يخلصها خلال ال3 شهور الجايين او خلال ال6 شهور الجايين، وبنعمل عليها ريفيو كل اسبوع. طبعا ان كل اسبوع الانجينير بيديني الابديت بتاعه على الويكلي بلان، فكل اسبوع احنا خلاص بنقف نشوف انت كنت لازم تبدا سيرفيس ووتر اكسكافيشن 1 فبراير، بدات ولا ما بداتش؟ بدات اون جوينج وهخلص يوم اخر فبراير. طيب اوكي، بنروح عاملين مارك وبنكتب بالستيكي نوت يا جماعه ده هو خلاص كوميتد حسب البلان، هو اوكي مع البلان وهيخلص. لو هيواجه اي ديليز بنروح عاملين هنت ان في ديلي هيحصل هنا 1 ويك علشان الاكسكافيتور مثلا حصل لها بريك داون، حصل لها تاخير، حصل لها تاخير. هو في نفس الوقت بيديفند هيم سيلف ان هو لما يجي البروجكت مانجر يقول له انت ليه ما خلصتش؟ فلا انا عندي اسبابي والايشوز بتاعتي وانا قدمت بيها قبل الموضوع باسبوعين. فالموضوع كلير جدا قدام الناس كلها، والستيكي نوتس دلوقتي بقت بتسهل على الانجينير
وقدامه على الوول ان هو يشوف هو فين بالظبط. في اللايف ابديت بورد، ودي طبعا احنا شايفين ان هنا كده كل انجينير وكل ستيج بيجي يعمل ابديت على كل اكتيفيتي هو عامله، عنده حفر، عنده باي بلاينج، عنده باك فيل. دي عندنا درومينج محطوطه في الوول لكل حاجه في السايت، سيرفيس ووتر، تي اس اي، اللايتس، الام بي كيبل، الفي كيبل، الدكتس، الجالس، كل حاجه ليها درومينج في الغرفه. كل انجينير مسؤول عن كل ستيج بيعمل ابديت، مش هنقول ان ديلي بيزس، بنعمله في نص الاسبوع او اخر الاسبوع. المفروض في نص الاسبوع بيتعمل ابديت على من السبت للاثنين، وبعد كده الخميس بيتعمل اللي حصل من الاثنين للخميس. ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي احنا يعني عاملة positive impact عندنا في المشروع بشكل كبير. لحد هنا لو حد حابب يسأل أي سؤال. في حد بيقول اللوحات دي بتكون موجودة فين ومين اللي بيطلع عليها بصفة دورية؟ اللوحات دي احنا زي ما قلت لك ان احنا في المشروع دلوقتي مشاريع، اي مشاريع ريليتد للوكال رود العقد بتاعها لازم بيكون فيه ريكويرمنت للين، واللين ريكويرمنت دي ان يكون فيه تو انجينير، تو انجينيرز لين، في حد سينيور وحد لين انجينير عادي، او بوث اوف ذيم ار سينيورز وات ايفر. وفي غرفة كبيرة بس اسمها لين البرفورمانس سنتر او اللين روم. الغرفة دي بتكون على حسب بقى الكابينت قد ايه، بس مينيمم بتكون 12 في 4. الغرفة دي بتكون بتعمل بتحط بقى فيها كل الانفورميشنز وبترتبها على حسب كل رؤيتك انت كانجينير وكناس مسؤولة عن الغرفة دي، انت عايز تريبورت ايه وازاي. بصفة يومية احنا بنعمل الديلي هادل بصفة يومية زي ما ذكرت قبل كده. الليل نيدز، احنا اتنين ليل ليد معانا، كل البروجكت انجينيرز، كونستراكشن مانجرز، بروكيورمنت، لوجيستيك، ستيك هولدر، سيفتي، كواليتي. طبعا الحاجات اللي ريليتد للسيفتي والكواليتي واللوجيستيك دول بيحضروا مرتين لثلاثة في الأسبوع، علشان طبعا ما يكونش فيه زحمة أو ما يكونش فيه more details. الهادل ده maximum بيكون 15 to 20 minutes، بتريبورت الحاجة، بتريبورت الايشو، بتعمل update، live update، progress. ده الموضوع في الديلي هادل. المفروض ان ديلي بيزس في عندك حاجة المفروض الانجينير بيقدموا عليها كل خميس، بيبعتوا لنا النكست ويك بلان اللي هو المفروض مبني على الفور ويك لوك اهيد. النكست ويك بلان ده بيكون متعلق برضو على بورد في الغرفة، والمفروض ان ديلي بيزس، وده اللي احنا هنتكلم عليه قدام، ان ديلي بيزس بيعمل ابديت. ان ديلي بيزس هو عمل ايه النهارده؟ انا عملت النهارده 50 كيوبيك متر حفر. ممكن توضح لنا؟ تمام. فبيجي يقول لي انا عملت، بيجي يقول لي انا عملت 30 كيوبيك متر علشان الحفارة هتطلع بريك داون. عملت، لا انا عملت fully completed 100% my scope. هو ده الهدف من الاجتماع اليومي. تمام. الفيجوال فيه انا الفيجوال مانجمنت، هاو تو اوبريت، هاو تو اوبريت دي زي ما انا اتكلمت. عندنا في حاجة بنعملها كل أسبوع دي اسمها الويكلي ريفيو ميتنج. الويكلي ريفيو ميتنج ده بيكون حاضر في الاستشاري الريزيدنت انجينير أو الاس ار اي انجينير، بيحضر اللين ليد من الاستشاري، البلاننج تيم، كونستراكشن مانجرز. ده بنناقش فيه البروجرس اللي حصل الأسبوع اللي فات قدام الاستشاري طبعا، احنا فين، لو عندنا اي ديلي في اي حاجه احنا بنناقشها، عندنا اي هايلايت او اي حاجه ريليتد للكلاينت بنناقشها. ومينلي الدرامز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده دي بتتناقش مع الكلاينت او الكلاينت ريبريزنتيف والكونسلتنت، لان كل ريسبونس او كل الريسبونسز لازم تيجي منهم ريليتد للديزاين او الماتيريال ابروفلز البيندنج مع الكلاينت او مع الاستشاري.
لو عندنا في drawing او materials او whatever، كل الحاجات دي لازم يدوني commitment عليها، وكل اسبوع انا بفولو اب عليها معاهم. اوكي، دي طبعا فايدتها ان هي زي ما اتفقنا بتقلل ان انت تتعطل او تتاخر بسبب delays للترانسميترز او الابروفلز. نعمل بوش احنا على الحاجات دي، علشان زي ما احنا عارفين ممكن الكلاينت بياخد شهر شهرين عشان يديلك ابروفال على فرنيتشر ابروفال او كولر او انترلوك ديزاين او الحاجات دي، لان عنده كذا مشروع مضغوط وات ايفر. فانت الشطاره بقى ان انت تعمل بوش وتعمل هايلايت على الحاجه دي من بدري، علشان تقدر تاخد الابروفال بتاعك قبل ما تدخل في المايلستون بتاعك وتتاخر عليه. تمام. الهاو تو اوبريت زي ما اتكلمنا، الكولابوريتيف بلاننج، الويكلي ريفيو زي ما قلت، الديلي برودكشن كنترول والديلي بريف. الحاجات دي كلها، الديلي بريف دي وبرودكشن كنترول، زي ما احنا اتكلمنا لما بنشوف الايشوز، في عندنا حاجه اسمها برودكشن لوس، برودكشن لوس بورد اور الايشو بورد، دي اللي هي الديلي بورد او الديلي ايشوز او الكريتيكال ايشوز. دي كلها ليها بورد منفصل ان ديلي بيزس احنا بنناقشها مع الكونستراكشن، واللي هو اتحلت خلاص تبقى كلوز، ما اتحلتش within 2 days من الكونستراكشن تيم او internally بنرفعها ان ديلي بيزس لريبورت منفصل للتوب مانجمنت. لو حاجه ريليتد للبيمنت متاخره، بروكيورمنت ليد، لونج ليد ايتمز هتعطلنا، تيمات متاخره، اي حاجه التوب مانجمنت يقدر يتدخل عليها urgently ويحلها، فدي دايما بتبقى ريبورتد ليهم. لكل الستيك هولدرز لازم يبقوا انفولفد طبعا، ودي بتسهل علينا جدا بقى الايميلات والرايح جاي ايميل، ولا ده ما شفتش الايميل، انا مشغول في السايت، طب انا اتاخرت، الكلام ده كله. حاجه من الحاجات برضو اللي عاملينها، دي اكيد موجوده في كل مكان، عاملين سيبريت جروبس على الواتساب، ده بنفولو اب معانا على الانجينيرز، معانا سيبريت جروب لللين، في جروب لفولو اب الترافيك دايفرجن مع الانجينيرز، طبعا بيجي معانا الترافيك دايفرجن ده، بيجي الترافيك مانجر، بيجي الهدل. عندنا في التي دي بي طبعا، دي لازم تكون واخده ابروفال ومتوافق عليها وحسب ستاندرد معينه وكل الكلام ده. مفيش اي انجينير مش مسموح له يعمل اي تغيير في الكونكريت بارير او بلاستيك باريرز من دماغه، لازم يتناقش، يبعت ريكوست وابروفال الاول للانجينير، وهو نفسه بالتيم بتاعه اللي يعمل الكلام ده كله، عشان ما ناخدش اي كومنتس او حاجه من الكلاينت. ده الفيجوال مانجمنت. تمام. لحد هنا. سوري. لحد هنا احنا اوكي ولا حد محتاج يسأل حاجة؟ استاذنك بتاعت الفيجوال ديسبلينز اللي هي اللي قبل دي، الايه؟ يعني السلايد اللي قبل دي، بس هو في كل الشاشات. تمام. طيب طبعا زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي، هي الفكره كلها، وده الكونسبت التاني القوي في فكره اللين، هي شيرد للانفورميشن بشكل فيجوالي. فبالتالي كل مشروع بكل سايت، لو بنتكلم في زونز كبيره، في ستيجز كبيره، فبيبقى فيه كل الهادلز اللي احنا شايفينها مع حضراتكم دي، بحيث ان يبقى دائما الابديت سواء بتاع الايشوز او الابديت بتاع البروجرس كلايف ابديت، او الابديت بتاع الاكويبمنت ديستريبيوشن بشكل او باخر، والبروجكت انفورميشن كلها الناس قادره تتابعها في مكان واحد وقادرين يشوفوا. وطبعا بنقدر نقلبه الناحيه الثانيه، يبقى فيجوالي افكتد كمان على الكلاود او على الموبايل او خلافه، بحيث ان هو بخلاف ان احنا بنجتمع اون ديلي بيزس عشان نقدر نتريس الكلام ده كله ونقدر نتابعه، لا كمان انا مش محتاج اروح كمان للغرفه بالنسبه لي اللي هي فيها كل المعلومات دي، لا انا اقدر ابديت الكلام ده كله بشكل واضح واقدر اريفيو عليه لو انا محتاج اريفيو بشكل معين. فتاني كونسبت مهم بالنسبه لنا في فكره اللين هو sharing information with visual management، عشان أبقى قادر بأي شكل من الأشكال لو عندي أي معلومة
او اي ايشيو بشكل او باخر، او عايز اي ابديت لاي انفورميشن من الموجودين، يبقوا موجودين معايا في سنترال بوزيشننج، بحيث ان ايا إن كان انا وضعي ايه في السايت او وظيفتي ايه او الفانكشن بتاعتي ايه، فبالتالي بشكل او باخر مفيش حد يجي يقول لا ما اعرفش، لا ما شفتش، لا ما خدتش بالي، لا ده انا ما سمعتش الكلام ده. ودي بنرجع فيها للنقطه فعلا بتاعت الفوضى الخلاقه اللي كنا دايما بنتكلم فيها، ان كلنا بنتكلم في صوت واحد فكلنا مش سامعين بعض. هنا احنا بنحاول نستف الموضوع وبشكل كمان تو بي فيجوال، عشان ما بقاش اون تكست بيز او اون ايميل بيز او بشكل او باخر، بل بالعكس هي وظيفتنا الرئيسيه ان ده دي كلها سامبلز حقيقيه من على ارض الواقع، وبنقدر نالاين الموضوع زي ما احنا محتاجين فيها. المهم ان المعلومه تو بي فيجوال، فيجوال على بيبر، وفيجوال على وول، فيجوال على كلاود، فيجوال على سوفت وير، سنترد على نوتيفيكيشن، بس في الاخر كونسبت الفيجوال مانجمنت او الفيجوال ابديتس وذ شير ذا انفورميشن هو ده تاني كونسبت مهم لازم نبقى محافظين عليه. ليه؟ عشان اقدر فعلا احافظ على البروجرس او اظبط التارجتس اللي احنا بنتكلم فيها بكل تفاصيلها، واللي انا اقدر ابديت الشير ذا انفورميشن دي ديورينج الديلي ميتنجز والويكلي ميتنجز والمونثلي ميتنجز بشكل او باخر. وده في حد ذاته هو اللي بيبقى مهم جدا بالنسبه لنا. في طبعا كان سؤال في السريع من باشمهندس محمد، كان بيقول ان بالفعل ده حاجه عظيمه لو فعلا استغلناه في مشاريع كتير او نفذناه، وبالفعل احنا بننفذه سواء في انفرا رود او في مشاريع مقابله. في سؤال بيسال عن يعني تمام، بيقول ان مين نقدر يبدا معانا في مجالات التكنولوجيا الصعبه يبقى ده انا مش شايفه مشكله. طبعا مين انت تقدر، انت فايدته ان انت ممكن تدخل تمسك مشروع، ودي الفكره ان انت تقدر تدخل على مشروع مثلا ال behind the program. انا في مشكله في الصوت عندي، انا بس ممكن بس حضرتك تسحب المايك وترجعه تاني. اللي هو الكونكشن بتاعه اللي هو السلك. في حد فاتح المايك؟ لا ما اعتقدش. لا الصوت وحش جدا، انا سامعه. خليني اخرج وافتح تاني. اوكي. الصوت كده اوكي؟ تمام. هو تقريبا المشكلة ده عند حضرتك يا دكتور. عندنا كمان؟ اللي هو تقريبا الصوت. وفكره الشيرد انفورميشن اللي تبقى موجوده عندنا بايا كانت الطريقه وايا كان الشكل وباستخدامها زي ما قلنا لحضراتكم. وكانت باشمهندسه سمر كانت بترد فيها على الاستاذ الباشمهندس معانا، اللي هي فكره ان انا اقدر ابتدي اللين مش لازم من بدايه المشروع، ممكن من نصه زي ما بيقولوا عشان الحق اظبطه. فلا بالفعل احنا اكدنا على هذه المعلومه ان انا عشان نكون واضحين او يعني هيبقى الموضوع كده صعب قوي. في سؤال تاني بس للاسف في مشاريع كتيره جدا بتكون دكتور محمد سمعيني؟ أيون تمام.
فكان رد بس على سؤال ان في مشكله الموردين او اللي انا بشتغل مع مقاولين باطن لو انا جنرال كونتراكتور بشكل كبير قوي. فنفس اللي بنتكلمه دلوقتي على فكره الابديتس والديلي هابس فلازم تتم على مستوى المقاولين باطن، لان هم بيعتبروا زي حالات زي في الوقت ده بيعتبروا هم دول السايت انجينيرز بتوعي، فلازم نعمل معاهم ميتنج اون ديلي هاب اون ديلي بيزس، ولازم نحط معاهم هم الويكلي لوك اهيد ونحط معاهم الفور ويك لوك اهيد بحيث ان هم يكونفيرموا، فهم بنقدر نريبريزنتهم كانهم هم سايت انجينير. لو ما حصلش ده فبيحصل مشكلتنا الدائمه زي ما حضرتك بتقول يا باشمهندس احمد في حته ان لا اصل انا لو بشتغل مع موردين باطن فبالتالي هم براحتهم وانا براحتي وانا بقضيت عليهم الكلام بس هم ما بينفذوهاش، وده بالفعل اللي بيحصل معانا كلنا. بس الفكره كلها بفكره اللين collaborative planning والفيجوال مانجمنت فيها والديلي ميتنجز والويكلي لوك اهيدز والكلام ده كله، ده بيبوش حتى على المقاولين الباطن. واشتغلنا فعلا مع مقاولين باطن كتير في سواء في شغل الالكتروميكانيكال او الفاير فايتنج او حتى في الستراكشر والارشتكت، ان انت فعلا لما بيحس ان هو لا بيحط البلان معاك وبيابديت معاك الماستر بلان اللي انت شايفها وبتحط عليه الكونسترين ده. طبعا عشان بس لان انا عارف ان كل الناس كل اللي جه في دماغها والله ده هو هيحط بقى يريح براحته ويقول والله انا لو هنفذ 100 متر مكعب كاكسبكتيشن مثلا في الاسبوع لا هنفذ 50 بس وهنتخ، لا طبعا، لان احنا بيبقى فيه في الاخر كونسترين وديليفربل عندي بديدلاين. فبالتالي هو بشكل او باخر هو بيحط على المايكرو سكيل مش على الماكرو سكيل الكبير، على المايكرو سكيل ازاي اقدر ادجست البلان بتاعتي عشان انفذ هدف الشركه وهدف المشروع في الوقت ده في بالتكلفه دي وخلافه. فبالتالي لا بيزق معانا بالفعل بتبقى فرق كتير. وكان الرد النهائي اعتبر ان كل سب كونتراكتور شغال معاك اعتبره هو سايت انجينير اللي محتاج تأجست معاه الديلي ميتنج وتأجست معاه اللوك اهيد كمان وتأجست معاه سواء اللوك اهيد 1 ويك او اللوك اهيد 4 ويك او اللوك اهيد 12 ويك في الموضوع. كان في سؤال لباشمهندس سمر اللي هو محتاج اعرف الدين يفيدني ازاي كمهندس جودة، ده من مهندس مجدي، اتفضلي. اللين كمهندس جوده، بالنسبه للين اصلا المفروض الكواليتي اساسا يكون بيتصرف كلين، لان من الميجر ايشوز للكواليتي ان هو او المين كونسيرن للكواليتي ان هو افويد الريورك، ان انت لازم تتفادى ان انت تعمل ريورك في السايت، ودي حاجه مهمه جدا ان انت لازم الحاجه تطلع 100 بيرفكت من اول مره. وده طبعا ناتج عن ايه؟ ناتج من ان انت تكون طول الوقت فولو اب على السايت، الانسبكشنز بيحصل في وقته، الستاندردز بتطبق صح، في فولو اب من الانجينير صح، الدروينج في التزام بيها، الناس اللي في السايت معاها الدروينج الصح مش غلط، السيرفير او المساح يكون عامل الليفل بشكل صح، مش يحصل بعد ما تخلص الشغل يجي يقول لك لا ده الليفل مش مظبوط فتحتاج تكسر تاني. كل الحاجات دي كلها يعني اللين المفروض ما يكونش غريب علينا، لان المفروض يكون كل انجينير بيفكر بالطريقه دي، يكون كل انجينير بيفكر ازاي ان هو يشتغل شغله بالطريقه الصح ويعمل ازاي يقدر يعمل انهانسمنت. حاجه من حاجات الكواليتي از اكزامبل ان هو لازم بيعمل اودت كل فتره على الستور، بيعمل اودت على السايت، بيعمل اودت على حاجات في السايت عنده في الشغل. فاللين بينهانس الموضوع ده او بينتجريت كمان في الموضوع ده، ودي حاجه من الحاجات اللي هنتكلمها في السيشن الجايه اللي هي ريليتد اكتر للكواليتي وللسيفتي اللي هي الويست وال5 اس. ازاي انت ككواليتي ازاي تقلل الويست في الشغل والريورك والاوفر برودكشن والاوفر بروسيس، ازاي تقدر تافويد ان انت تعمل بروسيس ملهاش لازمه، يعني لو انت ما عملتهاش مش هتاثر عليك في نفس الوقت مش هتضيف لك، فانت ليه تعملها؟ الهاندلنج للماتيريال، الدبل هاندلنج للماتيريال، انت ممكن بدل ما انت بتطلع العمال بتشيل بتحمل الطوب مثلا على سلم وكل عامل بياخد له قد ايه عشان يطلع السلم او طريقه بالطرق البدائيه للتحميل، لا انت ممكن تجيب كرين، ممكن تافويد اكس تبروفايد اكسس مثلا في الادوار العليا فبتطلع بكرينز، بتطلع كل الحاجات دي طبعا امبلمنتد اوريدي في اكبر المشاريع واكبر الشركات،
بس المانجمنت عليها بيكون مش بالطريقة اللي تخليك تستفيد منها أو تبرزها. أنت ممكن ده العادي اللي أنت بتعمله، بس أنت ممكن تعمل ده بطريقة أحسن، تعمل انهانسمنت بطريقة أفضل للموضوع. بدل ما العامل مثلا بتخليه إن هو ياخد الحاجة مثلا من الستور للمكان اللي أنت فيه، فبتحمل على 3 4 عمال، لا طب أنا مثلا أجيب فلات بيد أو أجيب بوم تراك أو أجيب وات ايفر الطريقة، فهتسهل لي النقل أكتر، هتاخد تحميل أكتر. يعني في كذا حاجة هنقدر نتكلم عليها أكتر في السيشنز الجاية. أنا عايزة بس يا دكتور محمد تعمل لي أبروفال على إن أنا أدخل بس من الأيباد. اوكي، هو حضرتك داخلة من ايوه كده بالظبط، تمام. تمام، على طول كده اوكي صح؟ كده في صدى يا باشمهندس سمر. لا كده تمام صح؟ اه كده كويس. تمام. في أي أسئلة تانية؟ نقدر نقفله كده. تمام اوكي. في السلايد دي هنقدر نتكلم فيها على ايه الريزلتس او ايه اللي احنا وصلنا له بعد 24 اسبوع تقريبا في المشروع، من implementation lean في المشروع. بداية المشروع، اول حاجة عملناها طبعا زي ما قلت لكم ان احنا جمعت الانجينيرز والبلاننج تيم والبروكيورمنت والتكنيكال، وعملنا اول بلان، وبدانا الانجينير يديني بروفايدنج اول فيرست ويك بلان. وطبعا كانت اول صدمه بالنسبه للكونستراكشن مانجر والبروجكت انجينيرز ان لا، ازاي انا محقق 86% من البلان بتاعي. طبعا في حاجه اسمها البي بي سي. البي بي سي دي بنقدر نحسب من خلالها ايه اللي انت انجزته، واللي هي بلان بيرسنتج كومبليتد. دي حاجه انت بتحسبها ازاي؟ بتحسبها ان انت مديني انا هعمل بند الحفر، هعمل 300 كيوبيك متر بير ويك، وانا حققت 200. فالبلان percentage completed، انت ايه الاكشوال اللي حققته من البلان ده؟ فبالنسبه لك انت دلوقتي مش محقق ال 100%. كلين وكلين ستادي وكلين مانجمنت، انت لو ما حققتش 100% فانت البي بي سي بتاعك زيرو. لكن كبروجكت، وطبعا علشان نقدر يعني مستحيل ان انت، او مش مستحيل يعني، في some activities بتحقق 100%، فعشان نسهل على الناس فبدأنا نحسبها كبرسنتج، وبدأنا نتغاضى عن موضوع ال 100% ده لحد ما نوصل للإنجينيرز إنها توصل ل 100%، ودي حصلت في كذا أسبوع فعلا. فالإنجينيرز لما اتخضوا من النسبة أول أسبوع، فهو اكتشف إن هو طب إزاي؟ طب ما أنا عارف إن أنا هعمل ده. وهو ده الفرق بقى اللي بدأوا يلاحظوه، ان اي كونستراكشن مانجر واي بروجكت انجينير بيبقى حاطط البلان في دماغه. انا هقدر، انا هعمل الحته دي هحفر فيها 50 متر، وهحط في الحته دي بايب لينج 20، طب هنا كذا، لا طب خلاص، طب انا ايه في الحته دي كده كله كده ايه بالبركه، يعني انا في دماغي فانا هشتغل، انا هخلص. فلما لقى البلان قدامه على ورقه، وان هو بدا يريبورت عليه، وبدا يلاقي ان هو لا، ده انا مش محقق 3/4 السكور بتاعي او السكوب بتاعي، طب في هنا مشكله. فبداوا بقى يركزوا، بدا يحس ان هو لازم يقلل البلان شويه،
بدل ما يحط 350 كيوبيك متر، لا ده انا هحطها 250 عشان انا عندي المنطقة دي ريزيدنشال، فالاريا كونجستد، فالمكان بالنسبة لي انا الحفارة دي مش هتقدر تعمل اكتر من كده، علشان هيحصل وقف توقيف، هيحصل ان المنطقة دي لازم انزل فيها حفارة 20 طن مش 40، فالبرودكتيفيتي بتاعتها هتبقى اقل. بدأ يفكر بطريقة مختلفة، مش بس ان انا بنزل حفارات وانا هعمل وخلاص، فبدأ يشوف قدامه ايه نقط الضعف اللي موجودة عنده فيركز عليها فيحسن البرودكتيفيتي عنده. وده اللي حصل بالفعل عندنا، ان احنا بعد 24 اسبوع تقريبا الافريج بالنسبة لنا 98% من البلاند كوانتيتيز او البلاند بلاند بتاعتنا بدأنا نحقق ده. حاجة من الحاجات اللي بنمونيتور عليها ان احنا كل اسبوع كل انجينير لما بيديني البلان بتاعه بيديني البلان كوانتيتيز ويكلي، يعني انا في الاسبوع ده هعمل 120 لينير متر باي بلينج، هعمل بيدنج، هعمل جي تو ستايل، هعمل باك فيلينج بارشل وفاينل قد ايه، هعمل. فنهاية كل اسبوع كل خميس اخر اليوم كل انجينير بيجي يشوف هو عمل قد ايه، فبيقدر بقى يقيم الريسورسز اللي عنده enough ولا مش enough، وفي نفس الوقت بيديني ايه الريسورسز الريكوايرد برضه في نص الاسبوع لو حصل اي حاجه وما جاش حاجه من الريسورسز دي او كانت ناقصه عنده بيعمل عليها اكس وبتبقى ايشو، وفي نفس الوقت بنعمل ريليشن ليها للاكتيفيتي وبنشوف هتاثر على باقي الاكتيفيتيز ريليتد ليها خلال الاربع اسابيع جايين او الاكتيفيتيز اللي مترتبه عليها ولا لا. كل ده بيحصل ان ديلي بيزس او والفاينل بقى والريفيو الكلام ده كله بيحصل كل اسبوع عشان نشوف احنا وصلنا لحد فين. ده تراكينج على الاكتيفيتي كاكتيفيتي، انت بتعمل قد ايه ووصلت لقد ايه. احنا عندنا طبعا تو زونز، وكل زون عندنا طبعا الاكتيفيتيز متكرره، الاوبن كات اكسكافيشن باي بلاينج مان هول اكسكافيشن بلايندنج بيس لاب بارشل باك فيل. زي ما احنا شايفين ان احنا الاكتيفيتي نفسه كاكتيفيتي في زون 1 مثلا او زون 2 بدات تحقق كويس، لان طبعا زون 2 بدات بعد زون 1 ففي ليسون ليرن كتيره جدا اتعلمناها من زون 1 ومن انهانسمنت او من امبلمنتيشن للين. بدأنا طبعا عملنا كيس ستاديز كتيره، عملنا اوبزرفيشن على الحفر والباك فيلينج، فبدأنا نتفادى اخطاء كتيره حصلت في الزون 1، ودي ساعدتنا جدا ان احنا يعني في زون 1 مثلا كان حاصل عندنا مثلا بدأوا المشروع ان احنا بدأنا المشروع بالحفر وكنا مركزين جدا ان احنا نفتح في كذا منطقه كحفر طبعا زي اي كونتراكتور عشان يشوف البروجرس عشان البيمنتس وعشان، فبدا يتزنق ان هو مش قادر يقفل الاوبن ترينشز دي، فبدات تعمل مشكله، بدانا نعمل كيس ستادي عليها. لا ده احنا لازم بقى نوقف حفر شويه، نبدا نقفل، نبدا نشغل، ننزل البايب لاينج، نبدا وبعد كده نبدا نفتح نيو اوبن ارياز. دي اللي استفدنا بيها او الليسن واحد، وان اوف ذا ليسن ليرند في الزون 2، ان احنا ما بنفتحش منطقه جديده الا لو تقريبا almost 85% من المنطقه اللي مفتوحه بدات تتقفل، علشان ما يبقاش عندنا اوفرلاب كبير بين الاكتيفيشن والبايب لاينج والباك فيلينج، عشان ما يحصلناش مشكله مع الكلاينت او مع الاستشاري او احنا نفسنا كبروجرس ما يبقاش عندنا فيه جابس كبيره. دي حاجه من الحاجات طبعا اللي ذكرناها ومهمه جدا، اللي هي البرودكشن لوس، وان ازاي انت كل اسبوع بتمونيتور البرودكشن لوس بتاعك، ازاي انت بتمانج الموضوع ده، وازاي انت بتريبورت عليه، وازاي انت بتعرف انت وقفت ليه او عطلت ليه. عندك مشكلة في الديزل، عندك مشكلة في الليبرز ما بتجيش. احنا طبعا زي ما احنا كلنا عارفين دلوقتي بسبب الكورونا وبسبب الكوفيد فما بقاش في اي ليبرز بتيجي من بره، فعندنا شورتج رهيب في الليبرز. فعندك مشكلة كبيرة جدا ان انت بتجيب ليبرز
وما بيبقوش سكيلد، فبضطر اتعلمهم. ياخدوا اسبوع اسبوعين الشركه تسحبهم عشان يروحوا بسعر اعلى لشركه تانية، فدي بتعمل لك دروب مش طبيعي في البرودكتيفيتي وفي البروجرس. فانت ازاي تمانج الموضوع ده؟ ايه الايديز اللي ممكن تمانج عليها؟ ايه الافكار اللي ممكن تطرحها؟ ايه دي حاجات بقى ريليتد للتوب توب مانجمنت، يعني حاجه ريليتد للكومباني. فانت بتريز الريبورت ده للتوب مانجمنت وخلاص. انت تبقى يعني في حاجه كمان انا عايزه هايلايت عليها، ان اللين مش ما بيتدخلش، ما بيشتغلش بايده. اللين مجرد ريزنج فلاجز وهايلايتنج، يعني احنا وظيفتنا ان احنا بندي هانس للناس، للبروجكت مانجمنت، للبلاننج، للكواليتي، للكونستراكشن. خلي بالك انت هنا عندك مشكله، خلي بالك انت هنا عندك مشكله. احنا ما بننزلش بايدينا مثلا نشتغل، لكن احنا بس وظيفتنا ان احنا زي ما بيقولوا كده صقر كده واقف من فوق بيحاول يراقب كل المشروع من فوق عشان يخلي كل انجينير واخد باله من الحاجه اللي ممكن تحصل له، فيبقى اوير بيها قبل ما تحصل له. هي دي الحاجه الرئيسيه لينا في المشروع. البريك داون طبعا عندنا الموضوع اتحسن بشكل كبير، لان كان اللوجيستيك تيم مع التوب مانجمنت مع الكونستراكشن بدانا نعرف ايه المشكله اللي بتسبب بريك داون بشكل كبير. طب ليه؟ طب عملنا ايه؟ بدانا نوفر مينتيننس تيمز، السب كونتراكتور سبلايرز لازم يبروفايد مينتيننس تيم افيلبل في السايت طول الوقت. الديزل كان في مشكله في ترانسبورتيشن، فبدانا نحدد نعمل كيس ستادي عليها، بدانا نعمل روتس معينه مواعيد محدده. الموضوع بدا يتحسن بشكل كبير. كل الموضوع يعني تطبيق اللين بيبقى ليرنينج كيرف طول الوقت، طول الوقت انت بتتعلم واحنا بنتعلم وكل التيم بيتعلم. فبتلاقي الايديز بتبدا يحصل لها شيرنج، ويحصل الناس نفسها بدات تبدا تفكر ازاي تحسن من الموضوع. كونستراكشن لين ورك فلو، وده طبعا البيزكس اللي احنا اتكلمنا عليهم فوق. انت عندك الماستر سكادجول، الماستر سكادجول ده البيز بتاعك او الحاجه الرئيسيه اللي عندك في المشروع، بناء عليها بيحصل بيبدا المشروع واللي انت هتشتغل عليه. الفيز سكادجول ده اللي هو ال ار انت كانجينير او كتوب مانجمنت او كسايت هتبدا تشتغل ازاي، هتبدا تعمل ايه. انت ار يو كونفيدنت ان انت تو ديليفر المايلستون ولا لا؟ هتعمله ازاي؟ هتبدا، وده طبعا الفيز سكيدجول ده اللي هو ال 12 ويك لوك اهيد او الكولابوريشن بلان اللي احنا بنعمله. اللوك اهيد بلان او الميك ريدي بلان ده اللي هو بيعتمد على 6 ويك لوك اهيد او الفور ويك لوك اهيد، اللي انت بعد كده ان ديتيلز هتبدا تمانج الحاجه بتاعتك وتدخل كواليتي وسيفتي وابروفلز للترافيك دايفرجن او على حسب البيلدينج ورك او البيلدينج بروجكت. ايه البيراميدز المفروض محتاجينها عشان نبدا الشغل، او الكواليتي لازم يدي الكونستراكشن الابروفال علشان يبدا خلاص اوكي استلمنا وخلاص ونطلع الاستشاري. كل الكلام ده لازم يكون في دماغنا واحنا بنعمل البلان بتاعنا. البروجريس تراكنج دي اهم حاجه، ان احنا نتراك بروجريس وما نحبطش طبعا من اول تراكنج او من اول بروجريس، بالعكس ده يخليك تركز اكتر ايه اللي يقدر يخليك تعمل انهانسمنت بروجريس، انهانسمنت برودكتيفيتي، ازاي تقدر تنظم شغلك وتقسمه صح، ازاي يكون عندك تارجت بلان وتحاول تحققه بالافيلابل ريسورسز اللي عندك. مش لازم نعتمد طول الوقت ان انا علشان احقق البلان بتاعتي ادينج مور ريسورسز، ده توتالي رونج. تقدر ازاي تقدر تمانج يور ريسورسز ان انت تديليفر يور بلان، ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا. ان انت انا بيجي لي الانجينير يقول لي انا مش قادر اخلص، انا عايز 10 عمال زياده وحفرتين، ويعني لا. طب ما هو انت عندك اوريدي الحاجه عندك موجوده، انت ليه مش عارف تمانج ده؟ انت اكيد مش عارف تمانج يور تيم، او انت مقسمهم غلط، او انت مش عامل مونيتور عليهم كويس، في حاجه عندك غلط. فبنبدا نقعد مع التيم ونشوف ايه المشكله. لا خلاص ريسورسز اناف، طب انت هنجرب الاسبوع ده، طيب تمام اوكي اتشيف ده اتشيف خلاص. فانت
مش محتاج adding more resources، انت محتاج how to manage your resources. تمام. حاليا احنا بعد كل الكلام ده كله، طبعا انت مرحلة الويكلي بلان دي زي ما احنا قلنا في السلايد اللي قبل كده اللي هي هنا، قلنا دي مرحلة الليرنينج كيرف، وازاي ان انت الفيدباك زي ما اتفقنا ان احنا بعد اول ويكلي بلان كنا عاملين 68%، فدي احنا بدأنا نتعلم بقى وبدأنا نشوف هنقدر نبلان صح ازاي، هنقدر نعمل صح ازاي، طب ايه الريسورسز المطلوبة، طب انا لو حطيت لو حفرت بالطريقة دي هيبقى افضل، طب انا لو قللت لو غيرت الحفارة عشان تديني برودكتيفيتي، كل الكلام ده احنا اتعلمناه عشان نقدر نوصل لل 100% اللي احنا عايزينها، اللي هي هنا المفروض الويكلي بلان مع البروجريس تراكنج بيدي لك ليرنينج وفيدباك، كل الكلام ده كله بيؤدي ان انت to deliver your target properly و as been requested in time without additional resources, without additional cost, without with, by eliminating the waste in the project. لحد هنا اللي محتاج أي سؤال؟ What does the PPC stand for and how it, is it calculated or what are the basis of it calculation. تمام. PPC زي ما احنا اتفقنا PPC زي ما اتفقنا احنا بنتراك على الويكلي بلاننج، اوكي، وده ملوش علاقه بالبروجريس بتاع البلاننج، ده له علاقه بالكوميتد بلانز اللي الانجينيرز بيحطوها لنفسهم كويكلي بلان. يعني انا كانجينير كوميتد ان انا هعمل الطريق 4033، هعمل عندي فيه حفر، بعد الحفر هيبقى عندي تنظيف، عندي بايب لاينج، عندي كل ده انا خلال الاسبوع ده مثلا انا هعمله بكوانتيتيز معينه. البي بي سي دي انت بتحسب انت كوميتد قد ايه وحققت منه قد ايه بناء على البروجرس ده، انا زي ما وضحت هنا في السلايد دي. تمام. ده كاسبوع كامل كشغل كامل، لكن هنا انت بتتراك على الاكتيفيتي نفسه، فانت عندك الاوبن كات اكسكافيشن عندك في الـ في الـ في الزون 1 محقق مثلا 85%، ده ليه؟ انت عندك كل انجينير بيبقى عنده في الستيج بتاعته زون 1 عندنا مثلا 3 ستيج، فكل ستيج مثلا هو حقق حفر، عامل كوميتمنت لحفر قد ايه. انا في ستيج 1 انا هعمل حفر في المنطقه الفلانيه 50 كيوبيك متر 30 كيوبيك متر، طبعا هي رودز، بتجمع كل الكلام ده في الاخر بيطلع لك ويكلي كوانتيتي حفر 400 كيوبيك متر. انا في اخر كل اسبوع الانجينير بيجي يقول لي انا عملت 450، عملت 430، عملت 500، انا حققت، انا تمام. اول اسبوع الانجينيرز ما كانتش بتحقق ليه عاملاه عشان البلان كان اكبر من اللي يقدروا يعملوه، كان اكبر من الريسورسز، كان الريسورسز اللي عندهم ما تعملش الكلام ده، فبداوا يتعلموا. البي بي سي دي بتخليك تتراك الريليابيليتي بتاعه البلان بتاعتك والريليابيليتي للكوميتمنت بتاعتك، بتقدر توصلك ان انت تعمل بلان اللي انت هتقدر تحققه. ودي اكتر حاجه المفروض ان احنا نتعلمها، ان احنا بس ما نديش تواريخ وديت بناء على حاجه مجهوله. يعني احنا طول عمرنا متعودين على البروجريس ميتنج، دايما البروجريس ميتنج دايما الكلاينت بيقعد يا جماعه انتوا هتخلصوا لنا البلوك ده امتى؟ مدير المشروع يقول له والله انا الشهر الجاي هدي لك المبنى ده متقفل. طب انت يا بروجكت مانجر انت حددت بناء على ايه الشهر ده؟ انت سالت الانجينير عندك انت هتقدر تحقق ده بالريسورسز اللي عندك ولا لا؟ انت شيكت الماتيريال الموجوده في الستوك ولا لا؟ انت شيكت كل الانتر اكشنز او الانترفيسز بتوين الاكتيفيتيز موجوده ولا لا؟ شيكت السوبر امبوز مع الام اي بي والاركتكت والسيفل؟ ما عندكش اي كلاشز هيوقفك؟ كل الكلام ده في الاولد او التراديشنال مانجمنت ما كانش قوي، الناس ما عندهاش اوير بيه. دلوقتي بدانا لما بدانا نطبق اللين
لا دلوقتي بقى كل انجينير بيجي عارف ان هو هيحصل عنده عنده في كل منطقه اكسترنال اكزيستنج يوتيليتيز، فهو لازم يبقى عارف ان هو مش هيقدر يحفر بالحفاره، لا ده انا هحتاج جاك هامر، هحتاج هيلتي، هحتاج هتاخد مني وقت اكبر ومجهود اكبر وعمال اكتر. فانا الحاجه دي لو كنت هخلصها من غير اكزيستنج يوتيليتيز، لو حاجه من غير اكزيستنج يوتيليتيز هخلصها في اسبوع، فانا هحتاج اسبوعين عشان في اكزيستنج يوتيليتيز، عشان انت عندك غرامات دامج لو هتعمل دامج لاي كيبل او اكزيستنج كيبل، ام في كيبل، ال في كيبل، كهرباء، انترنت، وات ايفر، كل دي عليها غرامات للشركه، وحاجه بتبقى ريكوردد، فمش صح ان هي تحصل، ولازم تبقى واخد بالك منها جدا وانت بتشتغل. فبالنسبه للبي دي سي ده معتمد على الكوميتمنت بتاعتك كانجينير، وبيقيس الريليبيليتي للكوميتمنت دي في السايت. اتمنى يكون السؤال وصل. يعني اللي هو البلانر هنا بلانر مونيتورنج بس. الجدول الزمني او خطه العمل الاسبوعيه عاملها مهندس سايت لنفسه بس، ماخوذه من المايلستون الاساسي. بالضبط، انت دلوقتي المايلستون ده قدامك، وانت المفروض انت كمهندس طبعا مش لنفسك، يعني مش مع نفسك طبعا، زي ما اتفقنا كده كولابوريشن، انت كمهندس مع الكونستراكشن مع كل التيم، بتقعدوا بتحطوا البلان بتاعكم اللي تقدروا تمشوا عليه اكشوالي، وبناء عليه انت هتحقق. بس في نفس الوقت لازم تبقى حاطط في دماغك ان انت المايلستون بتاعك لازم يتحقق، يعني لازم تقسم شغلك وتحققه عشان تحقق المايلستون. هدفك الرئيسي ان انت ما تاخرش المايلستون، فلازم تحدد لنفسك الشغل اللي انت هتشتغله هتعمله في قد ايه، وهتحتاج ريسورسز قد ايه عشان تعمله، عشان ممكن المايلستون يكون هو مثلا حاطط ان هو هيخلص اخر 4، واخد ابروفال على ده، واخد، بس انت لما تيجي تنزل على ارض الواقع هتلاقي عندك مشاكل وديسكريبانسز وحاجات، فممكن تخليك تروح لاول 5 مثلا لاخر 5، فانت هتروح عامل نوتيفيكيشن للكلام ده، هتحاول تعمل بقى ايه هايلايت للكلام ده كله، هتروح مبلغ دايركتلي للمانجمنت، يا جماعه انا الـ 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 او احنا كلين بقى المفروض بنريبورت الكلام ده، يا جماعه المايلستون ده نوت اتشيفبل علشان عندنا 1 2 3 4 5، والحاجه دي مثلا ممكن تبقى ريليتد لكوردينيشن دروينج، ريليتد لحاجه موجوده مثلا، ممكن في حاجه ممكن تعمل عليها كليم، وده حصل عندنا في السايت مثلا، ان احنا في مايلستون اتاخر او هيتاخر او اتاخر اوريدي، علشان مثلا الكيبلز الرئيسيه في الشوارع كان المفروض تبقى بروفايدد من الكلاينت، وده ما حصلش في توقيتها واتاخرت وكذا، واحنا اوريدي هايلايتد الموضوع ده من بدري قبل الموضوع بـ3 شهور، وده الفايده بقى ان احنا عملنا الكولابوريتيف بلاننج، وفعلا اخدنا كليم عليه 3 شهور، لان هم اخرونا عن المايلستون المفروض يبقى بي ديليفرد في ابريل، فدي حاجه مهمه جدا. فانت بالنسبه لك الكولابوريتيف بلاننج بيفيدك في حاجات كتير، ان انت بتقدر تحط عينك على الكريتيكال ايشوز والحاجات اللي ممكن تافكت يور برودكتيفيتي او تافكت يور بروجريس. حاجه من الحاجات اللي ساعدتنا مثلا الريزيدنس، القطري ريزيدنس اللي بتمنعنا ان احنا نشتغل، انا المفروض اسلم الاريا دي او الستيج دي المفروض اسلمها خلال شهر، الريزيدنت منعني اشتغل قدام بيته، طب انا هعمل ايه؟ والستيك هولدر تفاوضوا معاه وتكلموا معاه وتعاملوا معاه، مفيش فايده. ساعتها احنا بنعمل ايه في الغرفه عندنا؟ بنحط هايلايت عليها، بنعمل زي دوت كده او ستار بنحطها عليها، وبنرفلكت على المايلستون نفس المكان، نفس الستار بنحطه، نفس الستار بنحطه على الدرام، بحيث ان انت بتهايلايت لاي حد بيجي انا المنطقه دي عندي اون هولد. ودي برضو قدمنا بيها اوفيشال ليترز، وقدمنا بيها كليم ان دي حاجه الكلاينت ما خدش فيها اكشن، وان احنا الريزيدنس موقفنا على الشغل، في اي ديليز نوت اور ريسبونسابيلتي. وكالعاده يعني الكونتراكتور بيفوكس او بنحاول نفوكس على الحاجه اللي ممكن تفيدنا، في نفس الوقت ما يجيش الاستشاري او الكلاينت طول الوقت يحاسبك على تاخيرات مش بايدك. فدي خلتنا طول الوقت ان الكلاينت دلوقتي انت بقيت انت اللي بتهاجم الكلاينت، بقيت بتقول له لا لو سمحت انت مأخرني، انت عندك 1 2 3 4 مأخراني، انت عندك
الريزيدنس مانعين يشتغل، انت عندك انت مأخر لي الكيبلز دي، مأخرة لي المايلستون 3 شهور. فكل الحاجات دي انت بتفوكس عليه من بدري من بدري، ما بتجيش بقى في لحظتها زي التراديشنال بلاننج، ايه ده انا بعد جيت ابدا شغل في منطقه معينه ده انا الكيبلز مش عندي، ودي كلنا متفقين انها بتحصل. طب احنا ليه ما عملناش يا جماعه فوكس على الكلام ده من بدري؟ البلاننج هيقول لك ما انا ما حدش بلغني، انا كان المفروض ارفع ليتر كونتراكتشوالي من بدري، طب كذا كذا. احنا بقى بنافويد كل الكلام ده كله. How lean can help in disruption claims؟ اعتقد دي كانت موجودة في نفس الإجابة related للمونيتورينج والمايلستون. دكتور محمد حضرتك ممكن تتفضل. لا عشان يعني دي ممكن نبتديها يعني ممكن نكونكلود مع الأخوة. في مهندس تقريبا طالب ايه باختصار سريع ايه هو اللين. ايوه وده اللي احنا عشان نقدر نكونكلود بيها السيشن كلها وفي نفس الوقت نقفلها نبتدي السيشن الجاي ان شاء الله من اول هنا. فممكن نجيب الشاشه بتاعت الاختصار بتاع اللين او التولز بتاعت اللين، يبقى دي بنريكاب السيشن كلها وفي نفس الوقت اللي حصلونا متاخرين يقدروا يبقوا برضو استوعبوا جزء من المحاضره، وهي كده كده طبعا متسجله للي عايز يتفرج عليها ما بعد السيشن. تمام. ايوه طيب اختصارا للين وايه هو اللين. اللين هو تكنيك او كونسبت how to add value، ازاي تضيف value للكلاينت، تسلم المشروع بتاعك on time in good quality the same cost، والافضل ان انت تحاول ان انت تسيف كوست بالإليمينيت الويست في المشروع. الويست اللي في المشروع احنا اتفقنا هنتكلم على الويست والكلام ده كله في سيشن مختلفة، بس انت عندك ويست كتيرة في المشروع بتقدر ان انت تحددها، ودي بنحاول ان احنا نشتغل عليها عشان تدي لك البرودكتيفيتي اللي احنا عايزينها او البروجرس اللي احنا عايزينه. تطبيق اللين معتمد على حاجة على تولز وبرنسبلز، والهدف منها الرئيسي ان انت تنهانس وتحسن الشغل لكل ديبارتمنت، وفي نفس الوقت ده مش على حدة مع كولابوريشن للسيشن مع كولابوريشن للتيم. التولز والتكنيكس اللي بنستخدمها في اللين عبارة عن كولابوريتيف بلاننج. كولابوريتيف بلاننج ده اختصارا ان انت بتجمع كل التيم المسؤول عن التنفيذ والبلاننج والكوميرشال والبروكيرمنت والتكنيكال، بتجمعوا على ترابيزة واحدة وبتقعدوا تشوفوا انتوا عايزين المشروع او الستيج اللي جايه تخلص امتى وهتتعمل ازاي. وزي اتفقنا بالتفصيل هنتكلم على البول بلاننج بالتفصيل، وازاي بنقدر نشتغل بول بلاننج ان احنا بنمسك المايلستون ونرجع بالراجع لحد ما نوصل لاول اكتيفيتي عشان نقدر نحدد كل كريتيكال ايشوز ممكن يافكت الاكتيفيتي بتاعك وممكن يخليه ما يحصلش. تمام. الفيجوال مانجمنت، ودي معتمده على ان انت عندك in daily basis weekly basis اجتماعات بتحصل إن مع كل ال responsible أو ال concerned people المطلوبين في المشروع، وبناء عليه إن أنت بتقدر تحدد ال productivity وال progress وال delays وال mitigation وال issues وال risk وال deliveries وال commercial delayed payments whatever can be raised shall be raised. ما عندناش حاجة هيدن، يعني لازم كل حاجة تبقى واضحة ومحطوطة قدام الجميع. ال 5S organization، ال 5S organization ده حاجة related لل safety و quality أكتر. بنعتمد فيها إن أنت تبقى إزاي عامل مونيتور على الستور بتاعك، على الدليفريز، على ترتيب الستور، ترتيب اللاي داون أريا، وتوصيل الماتيريال للسايت، السيفتي في السايت، ازاي انت عامل امبلمنتيشن سيفتي، ازاي يخلي بالك من الحاجات الصغيره اللي ممكن تعطل لك المشروع. كل حاجه ممكن تتصنف كواليتي وسيفتي هي مختصره في ال 5S organization. الداتا كولكشن، الداتا كولكشن دي عباره عن
ان انت ايه الداتا اللي بتاخدها من الناس، وبناء على ايه الداتا دي بتاخدها من الناس، وازاي تعمل ليها كونفيجريشن، ازاي الكونفيجريشن بيتم والانتجريشن بتاعها بيتم. وطبعا لازم ما ننساش ان مهم جدا ان احنا نسمع للسايت انجينير والفورمان، اللين انجينير اللي هو المفروض احنا بننزل السايت كذا مره في الاسبوع، بننزل نشوف السايت، بنتكلم مع الفورمان، بنقول له ايه المشاكل الموجوده، طب انت ايه اللي بيخليك تقف، ايه اللي بيخليك ما تشتغلش، طب ايه مشكلتك، كل الكلام ده كله بيفتح في للمهندسين ازاي تقدر تنهانس الشغل. الورك ستاديز، ودي حاجه برضو من الحاجات المهمه جدا، ان احنا بننزل شيفت كامله نعمل مونيتور على اكتيفيتي معين، على حفر، على باك فيلينج، على بايب لينج، على بروسيجر معينه لمده شيفت كامله 6 ساعات، بنشوف البرودكتيفيتي بتاعت الليبر ايه، الماشينز بتشتغل صح ولا لا، الايدل بتاعنا قد ايه، الديزل بيوصل في ميعاده ولا ايه، الويتنج تايم لكل ماشين او لكل مثلا اكتيفيتي، انت مثلا بتوي الووتر تانك مثلا بيتعبى في قد ايه، وانت الويتنج تايم للي بعده قد ايه، انت تقدر تحسن او تقلل الويتنج تايم ده علشان تقلل الشغل ولا لا. المين كونسبت في اللين ان انت تافويد الورك ويتنج الورك فور وركرز وويتنج الوركرز فور ورك، ان انت طول الوقت تحس البروجرس شغال والفلو اوف اكتيفيتي شغال من غير ما تضغط السايت او تضغط الريسورسز، بحيث ان انت تفضل تزود في الريسورسز تزود في الريسورسز. الكلام ده توتالي رونج. تزويد الريسورسز مش هو الحل المناسب، مش هو دايما الحل الصح. لازم تفكر بشكل احترافي اكتر ان انت ازاي how to manage الريسورسز اللي عندك to achieve your target. اوكي، فالهدف الرئيسي ان احنا نقاد value للمشروع ونحافظ على الفلو بتاع البروجرس بتاعنا من خلال عوامل تانية مساعدة، اللي هي البلانينج والفيجوال والداتا كوليكشن والاوبزرفيشنز والبرين ستورمينج والروت كوز اناليسيز، ان انت المشكله تمشي ورا المشكله لحد ما تعرف ايه السبب الرئيسي للمشكله وتحلها. فاير فايتنج مود ده لازم ينتهي، ان انت تاخد اكشن سريع في مشكله وممكن الاسبوع اللي بعده تحصل هي نفس المشكله وتاخد نفس الاكشن، فانت كده ما عملتش حل، لازم تحل المشكله من جذورها. تمام. طيب اعتقد كده احنا عملنا سامري كويس للسيشن نفسها، واعتقد ان احنا برضو فتحنا كذا حاجة نقدر نكونكلودها على السيشنز اللي جاية. انا في حاجة ارد عليها، في حصل حاجة في الصوت. الو، تمام. في الموضوع صعب ومش كل المعلومات بتكون متاحه حتى على مستوى عادي الاكثر. الموضوع ده انا واجهته في المشروع، بدايه المشروع كل الناس كانت خايفه من موضوع انها تشير الانفورميشن، خايفه من ان احنا بنكون كريتيسايزنج ذم، اند احنا بناخد المعلومات دي فاحنا هنروح بقى ايه، انت عارفين بقى ان انا هروح ابلغ الاداره فهم لا مقصرين. الموضوع ده انا واجهته في اول شهرين في المشروع، وبدات احل الموضوع ده بحاجات كتير جدا، ان الناس بدات تشجع على ان هي تيجي تحضر، ولما لقوا فايده ان الايشوز بتاعتهم بتتحل من غير ما يبقى في بليمنج ليهم، ان يا جماعه المهندس بيجي يقول لي انا عندي 1 2 3 4، فانا التوب مانجمنت او الكونستراكشن مانجر بياخدوا حلول في نفس الوقت، فالحاجه بتتحل من غير ما هو يجري ورا الحاجه، فخلاص الموضوع بالنسبه له بقى فيه تراست ايشو، فيه تراست، فانت انت خلاص وثقت في اللي قدامك، فبقيت حاسس ان خلاص مفيش حد بيلومك على حاجه. في حاجه كمان انت المفروض يعني كواي اوف مانجمنت، ان انت بتعمل للانجينيرز نوع من انواع التشجيع، فانا نهايه كل شهر بدي سيرتيفيكيت ابريشيتنج لكل انجينير حقق التارجت، لكل انجينير عمل ريبورت للايشو بتاعه للايشوز اللي عنده ان جود واي، كل انجينير اداني البلان بتاعه في التوقيت بتاعه الصح، كل انجينير عمل ابديت للبلان بتاعه في التوقيت ما تاخرش.
فكل الحاجات دي كانت بتخلي الانجينيرز خلاص يتشجعوا ان هو لا انا ليه ما خدتش سيرتيفيكيت الشهر ده، فانا الشهر الجاي انا عايز اخد السيرتيفيكيت. بقى في خلقنا روح كويسه من التيم، بقت موجوده عندنا في التيم، فالناس بقت متشجعه اكتر انها تعمل ريبورت وتعمل حاجات كويسه في الشغل. كورونا، والله كورونا ما اعتقدش تلمع الكلام ده في مصر، لان في مصر كل حاجه شغاله يعني، في افراح وكل حاجه، مش معقوله. هو السؤال التاني بالفعل ردا على باشمهندس احمد، اللي هي فكره ان حتى اللي احنا اساس اللي بنتكلم فيها، فكره ان حتى الكولابوريتيف بلاننج والفيجوال مانجمنت ثرو الكلاود وريموتلي و و وخلافه، اعتقد دي قدرت تكفر وتلحق اللين معاها وتسبورت معاها بشكل كبير. يعني حتى لو فكره الفيجوال مانجمنت اللي كنا بنتكلم عليها والكولابوريتيف بلاننج والليله دي كلها بالميتنجز، حتى اعتقد بالفعل فكره الكلاود بقى وفكره ان احنا بنقدر نسبورت الكلام ده كله حتى بالميتنج الاونلاين زي اللي احنا عاملينه دلوقتي بشكل او باخر. المهم في الاخر ان فعلا الكونكلوجن ازالين كونسبت في فكره الكولابوريتيف بلاننج، وان احنا كلنا شايفين الموضوع كله مع بعضينا وكله بيحط، مش زي ما كنا بنتكلم ان هو سندر اند ريسيفر، لا احنا كلنا سندر اند ريسيفر ولينا ابديت في الموضوع بفكره الفيجوال مانجمنت، ثرو ان كل معلومه موجوده في المشروع احنا شايفينها سواء اون بورد على حيطه، سواء فيجوالي اون كلاود، سواء على بلاتفورم على الموبايل، على الكلام ده كله. بس في الاخر نقدر بالفعل نقدر نطبقها. بل بالعكس، يمكن زي ما الباشمهندس كان بيقول وزي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي فعلا بفكره ان وده يمكن ده وجهه نظر شخصيه، ان الكوفيد ربنا يحفظنا برضو جميعا احنا واهالينا منه والمسلمين جميعا، ان هو هيغير وجهه نظر طبيعه الشغل وطبيعه البزنس مانجمنت بشكل كبير قوي. لان ما اعتقد ان احنا جميعا لو احنا من 2019 كنا بنقول ان هيجي وقت علينا لا نشتغل ريموتلي ونشتغل من البيت ونشتغل ونشتغل ونشتغل، اعتقد كلنا كنا هنقع على ظهرنا من الضحك ونقول الناس دي بتهرج. اول ما بدا يحصل الكلام ده كله بالعكس، انا شايف ان كل الناس اللي بالفعل بتابلاي ما يسمى بالمانجمنت بايا كان السكيل، بكونستراكشن مانجمنت، بلين مانجمنت، ببروجكت مانجمنت، حتى بايا كان التكنيك بتاعتها، اعتقد دي فرقت معانا بشكل كبير. وزي ما الباشمهندس فعلا بيقول ان فكره تويوتا، بس دي للصناعه الهدف كان الرئيسي وبدا تطبيقها فعلا في تويوتا من سنين طويله قوي، فور كونستراكشن دي من ساعه المشروع بتاع شاتل، وده اللي احنا بالفعل بدانا بيه الكيس، ان ده ناس خدته وطبقته وعملت له ماتشنج بشكل كبير على الكونسبت بتاعتنا. فبالتالي فعلا فكره تطبيق اللين وازاله الويستج اللي موجوده عندنا وازاله المعوقات فيها هي طريقه تفكير مع كالتشرز ماست بي ابلايد علينا كلنا بشكل او باخر، من اول الكونستراكشن مانجرز لغايه السايت فورمان او سايت انجينير اللي موجود تحت. فبالتالي لازم لابد ان احنا يبقى فيها التطبيق. اعتقد كده يعني محاضرة أو سيشن نقدر نبتدي فيها فعلا نوكينج اور مايندز، فكرة اللين وتطبيقاتها وأنواعها والأسس بتاعتها وإيه الكالتشرز اللي فيها أو إيه الأثكس فاليوز اللي موجودة فيها. فبالتالي بحيث إن إحنا إن شاء الله السيشن الجاي نخش في بقية الفايف اس والداتا كولكشن فيها عشان نقدر نكونكلود الموضوع بالنسبه للناس جميعا. وطبعا يمكن زي ما حضراتكم على الشات فعلا هو كل واحده فيهم فيها بحور وبحور زي ما بيقولوا طريقه الابلاي بتاعتها. الاساسي فعلا اللي احنا كنا بنترجته في السيشنز بتاعتنا سواء في الكونستراكشن مانجمنت في الكلاود ايرا زي ما احنا بداناها، واستكمالا ليها في البروجكت كنترول، واستكمالا فيها تطبيقات اللين مع باشمهندس سمر، بالفعل ان احنا بنطرح اللي من وجهه نظرنا اللي بنطبقه بشكل او باخر على سكيل شركاتنا المحدوده او البلاتفورمز بتاعتنا المحدوده، بنشارك معاكم من وجهه نظرنا سكسس ستوري بيزد على هذه الارقام. وكان الهدف زي ما احنا بنتناقش دلوقتي ان احنا
نقدر نكفر ونبوبيوليت البيانات بتاعتنا كلها والكيسز دي كلها عشان نقدر فعلا نكومنايز الموضوع، وفي الاخر احنا بنكتسب خبره نتيجه اسئله حضراتكم لينا احنا، وفي نفس الوقت بننقل الكيس ستادي اللي طبقناها فعلا في مشاريع بجد بهذا الموضوع. اعتقد كده احنا اخرناكم شويه النهارده، واعتقد بس الحمد لله يعني التواصل دائما معاكم بيسعدنا جميعا، وبنشكر جدا باشمهندس سمر على وقتها ومجهودها معانا لهذا الإيضاح. شكرا لكم، وإن شاء الله نعمل تدوير ثانية. تمام، ألف شكر لحضراتكم، وإن الله شاء على الله خير. يوم بالظبط ونشوف حضراتكم إن شاء الله السبت المقبل السيشن الثانية، ونقدر نشوف مع بعضينا برضو نكون بدأنا لو حضراتكم درست في الموضوع نقدر طبعا نجو ثرو السيشن، وهي زي ما كنت رديت برضو على حضراتكم ان هي تترفع، هي كده كده اوريدي ريكوردد وهتترفع على الفيسبوك وعلى يوتيوب بحيث ان حضراتكم تقدروا ترفيوها في اي وقت في خلال هذا الاسبوع يعني، وبحيث ان احنا ان شاء الله نستكملها مع حضراتكم. وكده كده الكونتاكت انفورميشن اعتقد بتاعت مهندسة سمر ومهندسة وبتاعتي نقدر تبقى متواصلين مع حضراتكم في أي وقت عشان لو في أي تساؤل وكده. ألف شكر لحضرتك مهندسة سمر، وألف شكر لحضرتك الحضور الجميل لحضراتكم، وإن شاء الله نشوفكم على خير، وربنا يبعد عننا هذه الكوفيد وهذه الأمراض لغاية ما نشوفكم على خير إن شاء الله. ألف شكر وتصبحوا. بالنسبة بس للسؤال الأخير ده، احنا هنجاوبه في السيشن الجاية، مطولش على الناس. كونستراكشن وبيم، تمام، دي فعلا كنا هنقولها المرة دي، بس يعني طبعا ما شاء الله نقاشات مع الناس كانت بيبقى ليها أولوية أولى بالنسبة لنا اللي فيها نقدر نتحاور فيها. تمام، أوكي، ماشي، يلا، مع السلامة. السلام عليكم.